مساء الخير أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بحضراتكم في هذه التغطية المستمرة للاستفتاء على التعديلات الدستورية لليوم الثالث على التوالي. نسعد بصحبتكم أنا وزميلي العزيز نشأت الديهي لقراءة المشهد في حلقات خاصة بعنوان المشهد لما يجري في مصر من حدث كبير، حدث هو يعتبر علامة فارقة على طريق الإصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي. المصريون اليوم قالوا كلمتهم كما قالوها بالأمس وأول من أمس، وبعد حوالي 35 دقيقة من الآن ستغلق أبواب اللجان الانتخابية ويصدى الستار على الاستفتاء على التعديلات الدستورية. لنبدأ قراءة المشهد مع نشأت ومع ضيوفي الأعزاء اللي مشرفينا النهاردة في الاستوديو. نقرأ المشهد إنما سنستمع إلى قراءة المشهد عموما. بيشرفنا في الاستوديو النائب المحترم علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب. أهلا بيك. أهلا بيك أستاذ نشأت. أهلا بيك أستاذ عمرو. أهلا بيك. النائبة المحترمة داليا يوسف عضو مجلس النواب مشرفانا. أهلا بيك ومنورانا. الكاتب الصحفي الكبير استاذنا اسامه سرايا مشرفنا ومنورنا كالعاده. شكرا يا فندم. ومنتظرين بقى اللقطات اياها. انا بسعد ان اكون موجود معك. المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد والسياسي القدير والرجل المهذب عف اللسان مشرفنا ومنورنا في قناتك. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا باشمهندس. الدكتور صلاح سلام عضو المجلس القومي لحقوق الانسان. انا اكتر واحد مبسوط انك معانا النهارده. الله يخليك، سعيد جدا. اهلا بيك بالصحبة الجميلة وبحضرتك والدكتور عمرو. اهلا بحضرتك. مشرفينا جميعا في هذه الإطلالة، واحنا زي ما عمرو قال ان احنا عايزين نقرا المشهد لكن مش عايزين نقرا التفاصيل لان التفاصيل الناس بتغرق فيها، احنا عايزين نقرا المشهد من اعلى نقطة فوق بعيد. عمرو قال اسدل الستار، سيسدل الستار بعد قليل. انا بقول هنفتح الستار بعد قليل عشان ننطلق بقى. دايما معارضني كده. لازم. بس سؤال حاجة مهمة قوي. قال لك مرحلة فارقة، وهي مرحلة فارقة. ليه يا أستاذ أسامة؟ لأن هي كانت منتظرة أنه من الضروري أن يحدث استقرار في مصر بعد نهاية الحقبة العشر سنين الاضطرابات اللي حصلت في منطقة الشرق الأوسط. إذا لم تكن قد أنجزت عملية التعديلات الدستورية في هذه الفترة كان هيحصل عليك هجوم آخر من الخارج كما يحدث الآن، وكنت هتبقى في لحظة ضعف وفي لحظة مقاومة. أنت عندما استبقت وعندما عدلت الدستور وعندما خرج الشعب في اليومين الماضيين أنت أوقفت هجوم عليك من الخارج وحميت بلدك ووضعت نقطة أنك تستطيع أن تنطلق إلى الأمام في المرحلة القادمة وأنت مستقر وأنت محافظ على ما تحقق لك في الخمس سنوات الماضية. فكانت لحظة فارقة في التاريخ المصري الحديث جدا. جميل جدا. يبدو ان الاستاذ اسامه معجب جدا بالتوقيت. جدا. عبقري التوقيت. اي تاخير كان هيبقى عليك هجوم. لان القوة اللي بتنتظر لحظه ضعفك كثيره. فكان اي تاخير عن ان البلد مصممه على تحقيق الاستقرار كان هيديها فرصه انها تنتهز العامين القادمين. وتجهد عمليات الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي اللي كانت تحدث في مصر. كانت هتستطيع أنك تجهد العامين القادمين، مش بتستنى لنهاية المدة حتى كمان، لكن الوقت لا، أنت أجهضت محاولات لتفتيت الوضع الداخلي المصري ووضعه أمام مرحلة من التفتت مرة أخرى بشكل بارع وذكي جدا. ومش بس كده، عملت عملية احتفالية جميلة جدا من الشارع المصري من الداخل، غسلت المصريين من الداخل ووضعتهم أمام اللحظة الفارقة اللي انت كنت تتكلم عليها دي. جميل. لما كنتش عملتها كانت هتبقى لحظة ضعف، ومش بس لحظة ضعف، لحظة هجوم الطرف الآخر عليك. نعم. طيب دي قراءة الأستاذ أسامة سرايا، ياريت نسمع قراءة نائبة داليا يوسف باعتبار أنها تغادرنا بعد شوية للأسف. يعني أنا أسفة جدا والله. أنا أسفة. تفضل. يعني بتفق طبعا مع أستاذ أسامة لكن قد أختلف في حاجة واحدة إذا سمح لي، أنه أنا ما بحسش أنه الهجوم على مصر شيء أصبح سهل المنال.
ولا التفكير فيه. اعتقد ان مصر بعد 2013 بقى بيتعمل لها الف حساب وحساب، لان المصريين كاداره وكشعب في 2013 اثبتوا للعالم وعي غير طبيعي، وانقذوا المنطقه كلها من اللي كان بيحاك لها. فاعتقد انه هيتعمل حساب لمصر قوي، وهيتوقف عندها قبل ما يبقى فيه اي تحرك او تفكير اخر. انا بشوف يمكن بطريقه اخرى او من زاويه تانية ان مصر انطلقت الى خريطه الطريق اللي هي وضعته لنفسها في 2014، بتعيد النهارده حساباتها من جديد، بتشوف هي وصلت لفين، وبالتالي شافت انه خريطة الطريق دي محتاجة بعض التعديلات علشان تقدر تنطلق مرة اخرى. واعتقد ان الشعب المصري عنده الوعي الكافي انه هو يبقى مقرر لده ومقيم كمان لده، وشايف انه احنا بنعدي فترة صعبة جدا، اصلاحات اقتصادية تحملها وكلنا شفنا، لانه عنده ايمان بانه في ارادة سياسية قوية للتغيير. وقعدنا عقود طويلة ما بنشوفش تغيير بيحصل بنفس النمط والسرعة دي. احنا النهاردة بنعدل الدستور علشان الخطوات بتاعتنا تبقى على نفس السرعة اللي شفناها في الخمس سنين اللي فاتوا، وأسرع كمان إن شاء الله. طيب خليني أسألك معلش برضو يعني قبل ما أروح لباقي الضيوف المحترمين على قراءتك لمشهد المصريين في الخارج. أنا متابعة جدا لما جرى. اللقطة النهائية أقدر أحط عنوان أقول لهم إيه؟ طبعا يعني انا عشان كمان يعني من ضمن مهامي في المجلس جمعيه الصداقه المصريه البريطانيه، فكنت بتفرج كمان على فيديو الحقيقه مبهج جدا قبل ما اجي للمصريين قدام السفاره بتاعتنا في لندن، وقد ايه كانوا يعني بيحتفلوا وفرحانين. المصريين في الخارج نشأت بيه لان انا عشت بره وعارفه احساسهم بره بتبقى عامله ازاي، بدون مقارنه طبعا بالداخل، لكن بيبقى عندهم وطنيه يعني قويه فياضه جدا. حياتك اكيد يعني صحيح. وانت بتطلع وبره وبتشوفه، فبيبقى عندهم حنين ووطنيه ومتابعين جدا للي بيحصل داخل مصر يعني بدقه. ويعني اعتقد انه صعب جدا ان حضرتك تلاقي عيله مصريه ما عندهاش النايل سات وبتتابع القنوات بتاعه حضراتكم كلها والاعلام المصري، واكنها موجوده في مصر. المصري المواطن الوحيد اللي ما بيحصلش انفصال بينه وبين دولته، وبيبقى موجود في كل وقت صحيح. محتاجينه فيه حتى لو كان عايش في الخارج، وفي الاخر عايز لما يموت يجي يدفن في بلده. فده ده المصري. بس انا بعد اذن حضرتك لو ما عندكش مانع عايزه اعلق على حاجه، لان انا في الفتره الاخيره دي اليومين اللي فاتوا شايفه ان في تعليقات كثيره جدا على السوشيال ميديا على نسب الحضور سواء في الخارج او في الداخل وفي اللجان. عايزه بس اقول انه يعني هي الحمد لله احنا شفنا ان نسب الحضور هايله جدا، وان المصريين يعني مدركين جدا وطلعوا، ولكن حتى لو نسب الحضور مش على، نفترض ان احنا النهارده هنقفل اللجان وهنعد وهنلاقي ان نسب الحضور بطبيعه الحال لازم نكون متوقعين انه الاستفتاءات السياسيه مش زي الانتخابات نمره واحد. المنافسة الانتخابية الرئاسية بيبقى فيها منافسة عالية طبعا. جدا فبيخلي الناس تنزل، ده في كل العالم مش مصر. المنافسة البرلمانية كمان بتبقى فيها تعددية وفيها تنافس ويبقى فيه قدرات على نزول الناس. نسبة التصويت على او الاقبال على التصويت على دستور 2014 كانت 38% تقريبا. بالظبط بالظبط. كلمة استفتاء في ذاكرة المصريين مرتبطة بحاجات معينة، كلمة انتخاب مرتبطة بحاجات أخرى، فثقافتنا بتقول الاستفتاء ما فيش حد بيتنافس مع حد. حضرتك من 1980 للنهاردة عملت 6 استفتاءات على الدستور، وكانت نسبة الحضور عند حضرتك ما بين 15 لحاجة و40%، لأن طبعا في 2014 كان في نزول قوي جدا، وفي 2012 كان في إحساس بالخطر. بس اللي أنا عايز أقوله هنا إنه في دول كثيرة في العالم، 22 دولة النهاردة بيطبقوا التصويت الإجباري،
وبتكلم على دول زي بلجيكا زي أستراليا زي أرجنتين. أنا فالتصويت الإجباري ده هو اللي بيحقق وأثبت أنه هو بيحقق العالية. نسب فوق الثمانين لما نشوف نسب يعني أمريكا نسبة التصويت فيها بالرغم أن احنا كنا فاهمين 36%. هو عشان ترامب وهيلاري كلينتون كان في التنافس الفظيع ده وصلت لحاجة و50% في 2016 إنما حتى في أمريكا هي 36 كانت. فكانوا حتى أعتقد أن أنا قريت أن في ترتيب ل 35 دولة في العالم هم الأكثر مشاركة سياسيا في العالم. أمريكا نمرة 31 على 35 دولة دول. فأنا بس مش أنا مش بسبق الأحداث، أنا بس عايز أقول إنه لازم نحط كل شيء في مقامه يعني. صحيح تمام. طب اسمحوا لي أروح للمهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد والمرشح الرئاسي السابق. ماذا بعد الاستفتاء باشمهندس موسى؟ يعني ما الذي تريده القوى السياسية الأحزاب السياسية أنت شخصيا كرئيس لحزب الغد؟ ما هي الأمال والطموحات؟ طبعا احنا كلنا لينا رؤية واضحة جدا ان احنا عايزين استقرار وأمن وأمان البلد دي. وطبعا زي ما قال أسامة بيه التوقيت عبقري جدا فيما حدث حاليا، وان التغييرات والتعديلات الدستورية كانت إلزامية فعلا الفترة دي. احنا مش عايزين الناس تجهز في آخر مرحلة في آخر لحظة، الناس كده عندها فرصة 3 سنين تشتغل وتتعاون مع بعض. الأحزاب تقوى برضو في الفترة اللي جاية، احنا عايزين يبقى التمثيل النيابي موجود في أحزاب قوية موجودة جواه، ده ما كانش موجود قبل كده. يعني دي عملية طبعا المرحلة اللي جاية هتدي فرصة كبيرة لهذا الانطلاق فعلا. أنا برضو عايز أوضح حتت بسيطة جدا في التعديلات الدستورية اللي حصلت. وأنا أعتقد أن ما حدث في المادة 140 هو فعلا انا شايفه شيء يعني فعلا مميز. اولا ان احنا اعتبرنا مش ممكن نرجع باثر رجعي تاني لمده 6 سنين والتعديلات الدستوريه، فاعتبرنا دي المرحله المده الاولانيه. الرئيس اخذ منها سنه تقريبا، فقدامه لغايه 2024 عشان يقدر يكمل المده الاولانيه ويختار بعد كده اذا رغب ينزل في الفتره الثانيه. بقى 6 سنين مره واحده. ودي طبعا بتدي فرصه للرئيس انه يكمل كل الاعمال اللي عملها في الفتره اللي فاتت، ودي انجازات ضخمه جدا. وفي نفس الوقت وفرت على الدوله مليارات. يعني النهارده لو كنا دخلنا في انتخابات رئاسيه كمان سنتين او في 2022 دي الانتخابات بتكلف مليارات على الدوله. فطبعا كده يعني ديت برضه وقف كبير مهم، فرصه كبيره للرئيس يكمل الدور اللي بيعمله، فرصه للاحزاب وكل الجهات السياسيه المنوط بيها تشتغل وتتعاون مع بعض عشان ننطلق انطلاقه كبيره جدا في الفتره الجايه. فانا يعني فعلا سعيد بهذه التعديلات الدستوريه، بخلاف طبعا في تعديلات تانية يمكن الساده النواب. يعني انا بشكر طبعا النواب ال 150 او 155 نائب اللي هم اقترحوا هذه التعديلات وال 500 يعني ركزت على الماده 140 ليه؟ ركزت عليها لان الماده 140 اولا يعني كان فيها مفاجأة لينا كلنا في التعديلات القانونية بتاعتها. احنا ما كناش شايفينها بالاسلوب القانوني بالظبط كده. فانا اعتقد ان دي نقطة طبعا ادت لنا فرصة ان احنا نقول في انجازات في الدولة موجودة ومش عايزين نضيع وقت. والرئيس يعني مش انا اللي هتكلم على انجازاته، انما مصر كلها عارفه انجازاته هي. وبالتالي دي فرصه كبيره ان هو يكمل ونتعاون كلنا معاه في هذا الصدد. فدي نقطه مهمه جدا. فانا عشان كده بتكلم على ماده 140 لانها ماده مهمه جدا بالنسبه للناس المصريين كلهم. احنا كلنا بنبص دايما رئيس الجمهوريه الرئاسه، في حين ان الرئيس برضو اتشالت منه سلطات معينه، اختيار مثلا وزير الدفاع او رئيس هيئه القضاء. فدي بقت برضو من خلال المجلس العسكري، وغير ان الرئيس يختار اي شخص هو ينقيه. فدي برضو حددت امور معينه، وده دليل ان التعديلات الدستوريه اتعملت بدراسه بنهج مؤسسي طبعا مؤسسه فعليه سياسيه. وده اللي بيخلي الناس تطمئن، وده اللي خلى الناس تنزل بالجمع الكبير ده النهارده. ان الرئيس ما بقاش بالفكر المطلق، لكن الرئيس هو طبعا الرئيس له دوره، ولكن في حاجات معينه كانت مطلوب تحصل فيها تعديلات وتمت فعلا. وانا اعتقد ان طبعا التمييز الايجابي دي كانت حته مهمه جدا. صحيح. كنت عاملها مده سنه، النهارده عندك 6 فئات هتستفيد من هذا التمييز الايجابي. صحيح. فدي نقطه مهمه جدا.
فانا اعتقد دي كلها امور يعني ليها اهميتها وليها امبارح كنا قاعدين في جلسه مماثله، قلت لعمر انه التعديلات دي انا شايف ان هي وقت فتن داخل الدستور. صحيح. وقلت التعديلات اقترحت حتى على بعض الاساتذه انه نسميها تصويبات دستوريه او صحيح. تصحيحات دستوريه افضل، لان كان عندي كوارث حقيقيه ممكن تعطل البلد جلطه في المسيره اللي احنا بنعملها. حضرتك واحنا بنتكلم قلت كان في كوارث طبعا. زي ايه؟ انا هتكلم بقى اولا انا يعني انا بشكر استاذ اسامه سراي على ان هو قال التوقيت الهائل والمناسب، ولما نرجع للتوقيت المناسب احنا عندنا مواعيد الزاميه، طالما تقدم الاقتراح بالتغيير او بالتعديل عندنا شهر ثم شهرين ثم يتم التصويت. احنا مقدمين الاقتراح 155 نائب، داليا هانم كانت معانا من اللي قدموا الاقتراح بتعديل الدستور 155 نائب، وبالتالي جاء التصويت في هذا الوقت. طبعا كان هيبقى فيها هجمات شرسه، ده الطبيعي المعروف، ولكن الحقيقه الدوله المصريه بمؤسساتها وشعبها خلاص ما بقاش يبص للي بيحصل ده، اتعودنا خلاص. كل ما بنعمل حاجه حلوه ونقول فيها حاجه حلوه لازم يطلعوا لنا يقولوا لنا لا دي مش حلوه دي وحشه، واتعودنا على كده. انا عايز اتكلم عن الدستور الحقيقه في بعض المواد لما جينا نقدم الاقتراح ودرسناها لقينا المواد مثلا 243 ماده، 244 ماده، 140 ماده، 102. عندنا ماده 102 مثلا اللي هي مثلا التمثيل المفروض المناسب، لا بيقول المتكافئ مثلا. دي كارثه كانت. يعني ايه التمثيل المتكافئ؟ يعني اجيب عدد الدايره الناس كلها اطفال بصغار الكل اللي ليه شهاده ميلاد زائد عدد الاصوات الناخبين اللي هم فوق ال 18 سنه اللي مقيدين في هذه الدوله، واجمع الاثنين على بعض واقسمهم على اثنين ثم اوزعهم على الوزن النسبي اللي هو العدد الناخبين، يطلع عندي مثلا من 136 الف ل 190 ده اللي الناخب. عمليه معقده جدا. المحكمه الدستوريه قالت فيها ايه؟ بطلان وعدم دستوريه. ليه؟ لانها المفروض كل دايره المقيدين او الناخبين اذا كانوا 200 الف وعدد الدايره مليون وفي 800 ما لهمش نسبه تصويت، ليه انا بحرمهم من نواب يمثلوهم؟ صحيح. فالماده 2 من القانون 202 لسنه 2014 المحكمه الدستوريه قالت فيها عدم دستوريه، والدستور كان نصص عليها ما قالش الملائم. وبالتالي هناك عيب دستوري، لان احنا لازم نبقى عارفين ان ده فخ دستوري. صحيح. حتى لو المحكمه الدستوريه لو الدستور معطل هي عندها النظريه الفوقيه فوق الدستور، لان دي المحكمه الدستوريه العليا. اعلى محكمه في البلاد. هذه واحده. نمره 2 احنا مثلنا واشرنا في الدستور القديم ان الفئات المستثناه العاملين بالخارج والاقباط والعمال والفلاحين والفئات ذوي الاحتياجات الخاصه لمره واحده، وبالتالي احنا كان هناك اقتراح ان هي تبقى استمراريه، يبقى موجودين ليهم تمثيل مناسب استمراريه، فاحنا شلنا مره واحده وضعنا استمراريه. نمره 2 بقى في نقطه مهمه جدا وجوهريه، التمثيل المناسب او الملائم بيبقى حسب العدد او الاعداد اللي موجوده. احنا عدد المراه تقريبا 50% قل قليلا او يزيد قليلا عن من 49 او 51. طيب لما انا اقول للمراه النهارده ان انا اديها 5% او 10% او ما اعملهاش كوتا، عارف سيادتك لما ما عملناش كوتا للمراه في البرلمانات اللي فاتت اخرهم برلمان قندهار 2012 ايوه الشهير بمجلس الشعب هو برلمان قندهار 2012 شعب وشور، كان تمثيل المراه 1.8 ودي صفعه على وجه المرأة المصرية أو المرأة العربية لا تستحقها، وبالتالي وجب أن إحنا مش بنديهم على فكرة تمييز إيجابي، لا إحنا بندرب الناخبين على أنه ينتخب المرأة. ليه؟ لأن إحنا عند ثقافة الرجل أنا بنزل أروح انتخب علاء ما انتخبش داليا. طب ليه؟ هو أنت جربت؟ وبعدين إحنا النهاردة لما نبقى من 7000 سنة كان عندنا رئيسة للدولة مصرية، قائدة للجيوش مصرية، أميرة مصرية، شاعرة مصرية، النهاردة عندنا هدى شعراوي، وعندنا النهاردة 90 نائبة في البرلمان بيأدوا تأدية غير عادية. يعني أنا عايز أقول لحضرتك النهاردة مثلا داليا هانم يوسف رئيسة جمعية الصداقة المصرية البريطانية، اتفرج على الإنجازات اللي بتعملها دورها مع أنا لما رحت في أحد القضايا الهامة كل مجلس العموم البريطاني ما كانش بيكلمني غير على داليا يوسف، كنت فخور بالمرأة المصرية وبداليا يوسف وبالنائبات، وبالتالي وجب تعديل الدستور. وبعدين في حتة عايز أقولها، إحنا طبعا دخلونا أول راحوا واخديننا حتة كده إيه، إن الدستور ده هو الكتاب المقدس الذي يجب أن ألا نغيره. أنا من خلال البحث بقى تعالى قلت أشوف الكتاب المقدس ده التوراة ولا الإنجيل ولا القرآن الكريم إزاي بقى إحنا من عنده، اكتشفت إن الأصل في الدساتير التعديل والاستثناء استمرار الدستور ده. ما في دولة استمرت بدستورها إلا وقعت
الدول الدولة تستمر معناها جامدة لا تتطور ولا تتحرك. هو فندم المعدل الطبيعي او العم الافريج ايج يعني بتاع الدساتير 17 سنة. يعني دي جامعة شيكاغو. ده حالة استقرار يا فندم. حالة استقرار وحالة دراسة يعني اقصى حد 90% من دول العالم غيرت دساتيرها. دي سويسرا فرنسا بعد سنتين وسويسرا 69 كله لا لا كله كل الدول كمان الدستور بتاعنا ده بعد سنه مغيره الدستور. الدستور بتاعنا ده لما اتحط محطوط زي القانون وزي اللوائح. ده في حاجات بتاعت لوائح محطوطه في القانون في الدستور. بالظبط. وده دستور كمان يعني جامد كمان وطريقه ما هوش مرن بالاضافه الى ان حاجات مفروض تعيلها للقانون او اللوائح حتى في الدستور. طيب فانت محتاج كتب تعدل الدستور. تمام دكتور صلاح قراءة حضرتك للمشهد. طبعا بعد العمالقة ما تكلموا الحقيقة أنا عايز أقول حاجة أنه يصعب المقارنة بأن احنا بنستفتي على دستور 2014 في زخم ثورة وجمهورية الخوف والإحساس بعدم الأمان والشعب يعني حاسس بأنه هناك شيء ما حدث به خلل. فكان إحساس عالي جدا كبير وصغير طلع علشان يعني يقر دستور لهذه الدولة الجديدة الجمهورية الثانية الجمهورية الثالثة سميها زي ما تسميها. لكن يمكن من المتوقع في رأيي انه ما يكونش بنفس الـ 38% الدستور على يمكن يكون اقل مثلا لانه اولا إحساس بالاستقرار إحساس بالأمان إحساس بأنه الدنيا هادية وكويسة وتمام التمام. من يعي ذلك عشان يروح ويؤكده قليل. لكن المستقر وحس أن الدنيا بيس زي ما بيقولوا بالبلدي يعني خلاص الدنيا حلوة هي وتمام التمام واستقرت بتاع. فمش متوقع أن هو يروح عشان تعديلات لأن التعديلات فيها شوية يعني كلام منظم. الكلام المنظم ده مش كل الناس يصل ليها ببساطة شديدة وخاصة انه الفترة ما بين اقتراح التعديل وبين الاستفتاء كانت قليلة. ما لحقتش وسائل الاعلام تنشر التفاصيل بدقة. فده حاجة. الحاجة التانية انه يعني في متن الكلمات بتاعت تغيير الدستور الحقيقة برغم انه الدستور ادى 25% تعداد الدستورية 25% للسيدات وهذا حقها ويمكن اكتر مطلوب اكتر وده شيء حضاري جدا وفي كل مكان في العالم بنروح وبيتكلموا عن الجندر يعني ما مدى تمثيله بنفخر طبعا انه عندنا 91 نائبة في البرلمان. لكن ان وجود كمان غرفة ثانية اللي موجودة في كل العالم كان الغائها برضو يعني وانا اعلم انه في 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 كواليس لجنه الخمسين كان الالغاء بواحد بصوت بصوت كان الفرق صوت. يعني وجود غرفه ثانيه ده مهم جدا ليه؟ علشان نبقى الحياه الديمقراطيه بتمر بمراحلها الطبيعيه. الحاجه الثالثه انه احنا مش امريكا عشان تبقى فتره الرئاسه اربعه لما نبقى زي امريكا خلوها اربعه بس صحيح. يعني نفس ولا زي امريكا اربعه حيك عندك معظم دول العالم الفتره الرئاسيه ما بين خمسه وسبعه يعني ما نقول احنا مش زي امريكا تبقى اربعه فهو الافريج سته ما بين خمسه وسبعه يعني وده المعقول يعني حتى في بعض الدول العربيه الاوروبيه اللي هو الهاي سيفلايزد برضه ست سنين. اما بالنسبه للتوقيت اللي ناقشنا فيه المخضرم الجميل أسامة بيه سرايا أضيف بقى لكلمة التوقيت. التوقيت الانتخابات الإسرائيلية جابت نتنياهو مرة تانية وتسعة أبريل كان الرئيس في الكونجرس وكان آسف كان في لقاء مع البيت الأبيض تمام. ما كانش ده لقاء عفوي كان في تسريب من ثلاث جهات من إسرائيل ومن أمريكا ومن كوشنر إنه أو صفقة القرن فيها تعديل جزء من سين ولقينا الرئيس راح في التوقيت ده والكلام بعده اتغير تماما ونجح نتنياهو. فبرغم انه ده بيتعارض مع وجهة نظر بعض الدول العربية على فكرة ولكن
الثلاثة تراجعوا، وزير خارجية إسرائيل تراجع، ترامب تراجع، وزير خارجية أمريكا تراجع، صاحب المبادرة تراجع، وانتهى الأمر وبدأ الكلام إنه مفيش حاجة اسمها جزء من سيناء، بقى في منطقة تجارة حر، منطقة تجارة حر. إذا رغب الفلسطينيين في ذلك أصلا عندما يعني يرأى بالصدع اللي بينهم، اللي احنا نسينا القضية الفلسطينية الإسرائيلية وبقينا بنحل في القضية الفلسطينية الفلسطينية أصلا. ده التوقيت المهم. التوقيت المهم الأكثر أهمية في رأيي هو أحداث السودان وأحداث ليبيا. بدأ الحرب في ليبيا، لكن من يعرف متى تنتهي؟ حدش يعرف. احنا بنعرف نبدأ الحرب بس ما نعرفش هتنتهي امتى. السودان حصل فيها اللي حصل بس ما عرفش ما نعرفش هتنتهي لإيه. فاحنا بقينا من كل جهات، حتى جارة الجارة الجزائر اللي هي كانت أول زيارة لرئيس مصر ليها نظرا لأهميتها على ليبيا، تمام، كان برضو حدث فيها حدث جديد. التوقيت كان سواء مخطط له أو كان بالصدفة فجاء في موعد. بالتأكيد دكتور كان مخطط له، لأنه هناك أجندة وطنية في تأثير بشكل. أنا أروح للست المهندس موسى مصطفى موسى، وفي سؤال. طب ما تأجل سؤال المهندس مصطفى موسى ونروح للنائبة داليا لأنها هتغادرنا بعد شوي. ما ممكن نطمع تقعد ربع ساعة معانا سي بي سي. يعني السؤال مهم جدا، حتى انا عايز الست النائبه تسمع رايي. يعني ما باخدش معاها حق، عايز الشق السياسي والحزبي وحضرتك، يعني لك ما لك في هذا الاطار. اتكلمنا على الغرفه الثانيه اللي هو مجلس الشيوخ، تمام. كيف استعدت او ستستعد الاحزاب السياسيه لانتخابات مجلس الشيوخ؟ وحضرتك متوقع او متخيل امتى الانتخابات؟ ومن شويه كان حد من الزملاء بيتكلم انه احنا عايزين حضرتك نوفر تكاليف الانتخابات، فلما لا يكون هناك تزامن بين مجلس النواب ومجلس الشيوخ؟ هل يمكن فنيا ان تحدث؟ انا بسال حضرتك وانت يعني بالتاكيد في المطبخ الحزبي، ودور الاحزاب اللي احنا عايزينه يتصاعد خلال المرحله القادمه. طبعا هو مجلس الشيوخ، مجلس الشيوخ طبعا له فكر يمكن مختلف شويه، لان هو اولا في 100 في التلت سيد الرئيس هيختارهم، لكن الـ بعد كده هتبقى احزاب، هتبقى افراد، لسه مش عارفين الوضع القانوني. القانون بقى هيعمل او قائم، بس لازم مجلس النواب الاول يعتمد هذه الامور ويعتمد النظام القادم. رئيس المجلس الدور العقاد القادم هيعمل قانون لانتخابات مجلس النواب، قانون ليه وتقسيم دوائر جديده. فده مجلس النواب ومجلس الشيوخ الاثنين هيبقوا نفس الدايره يا فندم؟ نعم ولا لا ممكن دوائر تختلف؟ ممكن دايرتين مجلس. اصل عامه قانون مجلس النواب نصين عليه ان هو 450 حد ادنى، ده 250 حد ادنى، وبالتالي الدوائر هتختلف من مجلس النواب لمجلس الشيوخ. صحيح هتبقى. بس هو رئيس مجلس النواب قال انه في الدور الانعقادي القادم هيبقى فيه القانونين جاهزين. ده في رايي معناه انه الانتخابات هتبقى في نفس التوقيت. يعني احنا في الحوار المجتمعي مع الدكتور علي عبد العال ده كان حوار مهم جدا، مش انت كنت شرفتنا؟ الله يخليك. فانا شايف ان مجلس الشيوخ لازم يبقى له صلاحيات اكتر من الوضع اللي كان فيه قبل كده. صحيح، ودي نقطه مهمه فعلا وطالبنا بيها وعرضناها يعني. فانا اعتقد اذا مجلس الشيوخ هيبقى له صلاحيات في تفاعل بينه وبين مجلس النواب هنوصل لنتائج افضل بكتير جدا من المرحله القادمه، لان قطعا مجلس الشيوخ بيبقى فيه ناس اكتر في الناحيه الاكاديميه، ناس يعني انت عارف الانتخابات في النواب بيبقى عصب وبيبقى عوائل وبيبقى قبائل وبيبقى لهم وضع مختلف. لكن بالنسبه لمجلس الشيوخ هيبقى عايز ثقافات معينه وتخصصات معينه، واعتقد ده هيبقى متكامل مع مجلس النواب. فاعتقد مجلس الشيوخ هيبقى له اهميه كبيره جدا اذا بعد ما نشوف القوانين كلها تطلع ازاي ونعمل كلنا مع بعض فيها يعني. طيب خلينا نروح بعد اذنك يا استاذ. لا اتفضل. هنروح للاستاذه داليا يوسف، وقبل ما تغادرنا طبعا الخارج كيف ينظر الى الاستفتاء على التعديلات الدستوريه؟ يعني النهارده مثلا انا شايف كذا عنوان من صحف اجنبيه، صحف غربيه، وطبعا يعني عناوين تشي ب ربما نوايا اصحابها،
يعني مثلا لما الاسوشيتد بريس تقول مصر تصوت لليوم الاخير على تمديد حكم السيسي، لوس انجلوس تايمز بتقول من المرجح ان يمدد المصريون حكم الرئيس السيسي في الاستفتاء الجاري، وهكذا يعني. لا الاخطر خد ذا تيليجراف بتقول المسمار الاخير في نعش الثوره، هي دي ده اعلام ده ولا رقاعه اعلاميه؟ انا مش فاهم صحيح. لا هو ده مش اعلام، هو قصد لتجاهل برضو. انا بلاقي الملايين اللي رفضت خلط الدين مع السياسه في مصر، يعني الاعلان ده بالذات يعني، وفكره ان انا كل ما اتكلم واكتب مقاله اقول الرئيس مرسي واسميه الرئيس مرسي واسمي الرئيس الحالي رئيس الانقلاب. يعني عندنا الفاظ هم خلاص مصطلحات هم قرروا، فهم يعني هو ده انا بلاقيه انه تجاهل للاراده المصريه مش لاي حاجه تانية. واحنا الحقيقه لما بنخرج بره انا وعلاء بيه والزمايل بنتكلم كتير جدا عن فكره انه اولا الديمقراطيه مش قص ولزق، ثانيا كل بلد عليها ان هي تفصل الديمقراطيه بتاعتها على مقاسها، فبالتالي احنا اللي اخترنا ان احنا ما نغيرش هويتنا، فمش من حق الاخر ان هو اللي يفرض على حضرتك اي نوع من انواع السيستم اللي هو حاطه عنده في بلده، لان ديمقراطيتي لا وديمقراطيتي لا هتكون امريكانيه ولا هتكون سويديه ولا هتكون نرويجيه، هي هتكون مصريه بس بالطريقه المصريه. ردا على سؤال حضرتك، هم طبعا اختزلوا التعديلات وما اعتقدش كان في اي توقع اخر يعني على الماده 140 اللي هي مده سياده الرئيس، بس طبعا نمره واحد تاني نرجع نقول ان ده اختيار المصريين اللي احنا ان شاء الله هنسمعه كمان شويه. نمره اتنين ما ننساش او هم ما ينسوش التجارب اللي حصلت على مدى التاريخ، يعني احنا عندنا فرانكلين روزفلت قعد اربع مرات في امريكا، اربع سنين في اربع مرات، هو توفى يمكن في المره الرابعه قبل ما يكمل، لان كان العالم طالع من الحرب العالميه الثانيه واختاروه بلا منافس على مكه على فكره. ده كلفوه يعني كلفوه. انت قائد اتفضل اشتغل بلا منافس. يعني التعديل الدستوري بيتعمل عشان خارج ولا عشان المصريين بالظبط؟ أيوة. يعني احنا يعني لا وبعدين يا عمرو في حاجه التداخل في الكلام ده ما ينفعش. عفوا الاجنبي قال لك ان الرئيس السيسي هو دجول العرب، ما قالش دجول مصر. يعني في بعض الصحافة يعني عشان بس أبا طبعا احنا بقول بعض انتقاء طبعاً. الصحافة واللي فيه يعني ما أنا ده اللي أنا كنت أقصده، إن حركة الإخوان المسلمين أيوه حركة ليست حركة ضعيفة سواء في الداخل المصري أو في الإقليم أو في العالم، ولها سيطرة في كثير من وسائل الإعلام وضاغطة على الرأي العام المصري، وأنا مش بحب أقلل أبدا من تأثيرها على الرأي العام المصري، لأن هذه الحركة بتمارس إعلام كثيف وضخم جدا ومرهق لاعصاب الشعب المصري، لدرجه ان عدد كبير من المصريين مش عايز بقول بتاثروا بس يعني بتفسد عليهم نوع من الفرحه بتاعتهم. ما حضرتك حق يعني انا لكن انا بلاقي انه يعني ساعه الجد المصريين شايفين انه جماعه الاخوان، انا ما بحبش اسميهم مسلمين، جماعه الاخوان يعني متاسلمين في اصبحوا في الظهر دلوقتي خلاص، هم كانوا فتره وانتهت. اعتقد ان المصريين وانا حتى لما بنطلع بره ما بحبش اقف عند دي ولا اتكلم عليها تاني، خلاص ده تاريخ بالنسبه لنا للاسف، سنه الحمد لله مده صغيره جدا من تاريخ مصر وخلص، واحنا اخذنا القطر وجرينا بيه يعني، فهو بقى بعيد كل البعد. محاولاتهم يا استاذ اسامه يعني اكيد هيفضلوا يحاولوا في المنطقة كلها مش بس في مصر، بس مش هتستوقفنا يعني، أنا مش حاسة أن ده موقف أي حد في الشارع ولا يعني قلق حد يعني. أعتقد أن تأثيرهم مش بالقوة دي. فكنت بقول لحضرتك أنه لازم نقف ونقول أنه الدول اللي كان فيه في وقت من الأوقات عايزين يطلعوا من عنق الزجاجة زي المثل الأمريكي بعد الحرب العالمية الثانية عملوا كده. إحنا النهاردة يعني أربع مرات قعد فرانكلين روزفلت، فإحنا النهاردة بنبني دولة مدنية حديثة ديمقراطية، وبالتالي وفي إنجازات حصلت وشايفين إنه مش وقت إن أنا أقف النهاردة. الدكتور بتاعي وأنا بتكلم معاه مرة قال لي بصي أنا بشبه مصر بإنها عندها سرطان.
هو الدكتور امراض نسب العام بعد شر لكده وبتتعالج وهي حاليا بتتعالج. هل وقت العلاج النهارده وانا بديها بروتوكول معين هي ماشيه عليه اني اغير الدكتور وغير البروتوكول، ولا ما دام انا ماشي مظبوط استنى واشوف النتائج ايه؟ لا طب انا عندي راي تاني. مصر بتلعب رياضه وبكون عضلات وتمام والمدرب ناجح، اغيره ليه؟ صح ما عنديش سرطان. وبعدين هقول لحضرتك على حاجه ممكن تختلف معايا انت مهنيا، انا دايما مختلف معلش سامحني. فكره الماده 140 واحنا عملنا اختبئ ونقول لا ده حزمه الاجراءات، انا مالي؟ انا عايز الراجل وعايز اغير عشان انت عارف يا ناشئ. انا مش مكسوف من الكلام، هو انا بعمل حاجه غلط عشان الدايره منها ولا ايه؟ هقول لك حاجه يا ناشئ، قول لي. هقول لك حاجه في الموضوع ده، انا اعتقد ان النسبة بحث تكون مختلفة. لا 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 انا في طرح رايي، يعني قصدي في طرح رايي. لا في طرح رايي في العدد النهارده اللي هيروح الانتخابات او راح الاستفتاء رايح يعيد انتخاب الرئيس السيسي. هو الناس البسطاء واللي بيتكلموا لو تسمعوا في التلفزيون استفتاء ضمني على مد فتره حكم على مد فتره حكم الرئيس لمده 6 سنين وعدد كبير اللي هيخلي النسبه النهارده زايده. استاذ اسامه انت لو قلت كده فرانكلي هتظلم الرئيس. لا مش بظلم الرئيس، انا بس عايز اقول لك حاجه، بس عايز اقول لك حاجه، انا رحت 15 لجنه وشفت. لا انا لو قلت استفتاء على الرئيس لا الاعداد هتتضاعف بكتير. بس نسبة كبيرة من اللي راح النهاردة. لا هو اعتقادا انه اللي فاهم هو استفتاء على دولة 30/6 بالظبط. دولة 30/6 هذا الرجل هو هو بيقودها، مش عايز احملها هو بيقودها من ان هي تعديلات دستورية. هي اكبر من تعديلات دستورية يعني؟ لا انا مختلف معاك، اصل لو تعديلات لو اكبر من تعديلات دستورية هلاقي الاقبال اكتر بكتير. طب تعالوا نقول رضا، انا عايز اقول لك مؤشر بس. لا في رضا، رضا رضا الشعب على المسيرة على الرؤية على الإنجازات. دلوقتي في 25% قلنا مقاعد المرأة. أنا في كل اللجان اللي مريت عليها المرأة طول عمرها المرأة من غير ما تديها حقوق، بس طول عمرها من غير ما تديها حقوق، بس أمي بتخاف على مصر ومش هتخش البرلمان. وانا بقول لحضرتك المرأة المصرية ضربت المثل ان هي اللي عندها السنسور عالي. خلينا اكمل الفكرة. اتفضل. ال 15 لجنة اللي مريت عليهم لقيت المصوتين من الرجال اعلى من السيدات. لا بس دي ظاهرة. ايوه لا يعني لا على فكرة. ليه؟ لا انا بقول انا 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 بقول لك 60% للسيدات مقابل 40 او 35 المفروض. لا ده الحقيقه، ده الواقع اللي انا شفته، اللي انا شفته والشباب شفناه كان عالي جدا. وعلى فكره انا عايز اقول لسيادتك، انا اول يوم انتخابات كنت في الخارج، لان انا برضو انا رئيس جمعيه صداقه مصريه اماراتيه، فحضرت الانتخابات في الامارات في الخارج قبل ما تبتدي هنا. نسبه تصويت السيدات اكثر من الرجال في الامارات متوقع. وهنا هنا عندنا انا من دايره ريفيه من مركز الصف، نسبه تصويت السيدات اكثر من الرجال. لا ربما خلينا نتكلم ان هم الظهير السياسي الحقيقي اللي بينزل الشارع السيدات. هو السيدات. خلينا نتكلم قولا واحدا، انا ما بنحسش السيدات على حساب الرجال، بس ده واقع. شفت النواب بقى؟ لا ده واقع، ده صحيح. بنرصد اللي شفناه، احنا بنقول اللي شفناه. ربما يكون ده على مستوى المدن، صحيح. ربما يكون على مستوى صحيح القريه او الفتره اللي حضرتك نزلت فيها، ممكن هم عايزين 50% التوقيت اللي حضرتك نزلت فيه مهم. التوقيت مهم يا دكتور برضه، يعني هل السيده يا تنزل قبل شغلها يا هتنزل بعد ما تخلص بيتها؟ يعني برضه التوقيت اللي حضرتك نزلت فيه مهم. ممكن، بس ده كان في المدن. انا اتمنى ان الهيئه الوطنيه يعني انا عايز اقول لك حاجه، عدد الرجال امام السيدات. لا بلاش التمييز عشان الدكتور. لا نعلن اعتقد هيبقى في الاعلان ده المفروض هي دي بالنسبه اللي تتحقق في مقاعد البرلمان والوزراء كله. لازم يبقى في مشاركه مجتمعيه 70% مثلا، يعني يبقى هم 70%. انا عايز كده. انا عايز اقول في موست هوت بوينت، المكان الخطير عندنا في سينا الشيخ زويد، طوابير الستات، طوابير الستات الشيخ زويد. يعني عندكم الستات اكتر من الرياض. ايوه في التصويت ده، التصويت يبقى دي بره ال 15 اللي حضرتك بتقول لك في المدينه. ده على فكره دي اخطر ملحوظه. دي اخطر ملحوظه هي في صلاح. دول في المدينه ملحوظه مهمه جدا. جدا دكتور صلاح. نعم ملحوظه مهمه جدا ان المراه في الشيخ زويد بالذات اللي فيها عمليات ارهابيه وفيها الدوله بتقاوم قوي. يبقى فيها المراه لا عايزه تفسر. صح علماء الاجتماع بقى يفسروا لنا ليه حضرتك فسر لنا ليه المراه ضربت المثل.
ليه تقدمت صفوف رغم ان المراه في الشيخ زايد اعتقد لها طبيعه قبليه وبدويه انجاز يعني ده الستات فوق 90 سنه يعني جده احد النواب 90 سنه الله اكبر ونازله وماسكه العلم انا شفت صورتها طيب احنا للاسف يعني مضطرين ناخد فاصل لانه الاستاذه داليا طب ما تيجي نسالها الاول ممكن تكمل معانا شويه خلينا نكمل جمله صعب اه لا بس انتوا لو خيرتوا الاستاذه داليا عايزه تقعد اكيد احنا بنشكرك شكرا جزيلا سياده النائبه الاستاذه داليا والله استمتعت جدا بالصحبه وشرفتينا وكنا نتمنى نكمل معاك احنا هنستكمل الاستمتاع دلوقتي وتنضم لنا دلوقتي اعتقد الدكتوره حنان يوسف مش كده الدكتوره حنان يوسف هتنضم لنا دلوقتي مهم يكون في جلسه من جلسه بالظبط بالظبط فبشكرك شكرا جزيلا وهنواصل مع حضراتكم قراءتنا للمشهد في ثالث يوم اليوم الاخير للاستفتاء على التعديلات الدستوريه مع زميلي نشأت الديهي ونكمل بعد الفاصل مرة أخرى عدنا إليكم بعد فاصل قصير وبيسعدنا أن تنضم إلينا الأستاذة الدكتورة حنان يوسف الأكاديمية والإعلامية وعميدة كلية الإعلام في الأكاديمية العربية للعلوم التجارية ورئيس المنظمة العربية للحوار والتعاون الدولي أيوه تمام أهلا وحاجات كتير تانية بس أنا خايف أتحسد طيب معلش يعني سريعا برضو يعني بمناسبة الدكتورة حنان أنا بقالي يومين أو ثلاث أيام بسأل على الرصد الأداء الإعلامي للاستفتاء مفيش ولا حد جاوبني لا اسألني أنا جاهز ما نسألك أهو حاضر إيه السؤال بقى وأنا جاوب على طول متابعتك أيوة لا هو طبعا نحن الإعلامي للاستفتاء دي نقطة كان كويس ولا مخيب للأمال دون المستوى ولا رائع وإيه الموضوع أيوة تمام هو طبعا أنا يعني بعد إذنك عمرو برضه اتفضل يعني هو طبعا يعني بيشرفني ان انا عضو لجنه رصد التغطيه الاعلاميه للتعديلات الدستوريه لاستفتاء التعديلات الدستوريه. الملاحظ يا استاذ نشأت اني ودي حاجه كويسه للاعلام، طبعا احنا بنرصد الاعلام بنوعيه سواء كان الاعلام الدوله او الاعلام الوطني او الاعلام الدوله يعني بادق او الاعلام الخاص لان كل الاعلام مفترض انه اعلام وطني طبعا وعنده رساله وطنيه. فدي كنت هقوم بعد لا خلاص انا قلت عدلت يعني. نفسي على طول الاعلام كلنا وطنيين ان شاء الله على ارضيه وطنيه. الشيء المميز السنه دي او في هذا الأداء السياسي الاستفتاء مقارنة مثلا بالحالة الأولى اللي هي الحالة الانتخابية اللي كانت من فترة هي أن هناك نضج في التجربة الإعلامية يعني احنا لاحظنا مثلا أن بقى فيه ما فيش كتير من التجاوزات المهنية في التزام بالقيم والمعايير الموضوعيه طبعا في تفاوت نسبي يعني في بعض الاداءات يعني في مثلا يعني خلونا برضو نكون برضو اكثر شفافيه يعني اداء مثلا قنوات التلفزيون ماسبيرو الحقيقه اداء برضو محايد جدا في بعض التجاوزات في بعض الاداءات الخاصه الاعلام الخاص لكن ما هياش بنفس الشكل اللي ممكن يفسد نزاهه العمليه الاستفتاء الاستفتاء على التعديلات الدستوريه وده شيء ايجابي يعني احنا كنا فتره طويله يعني دايما بنشتكي ان الاعلام عنده مشكله كبيره ان هو دايما بيخلط الخبر بالراي دايما كان بيعمل نوع من استخدام اسقاطات سياسيه في الاداء كان في عندنا مشكله كبيره ان الاعلام زي ما كنا اتكلمنا قبل كده في اكتر من مره ان هو بين امرين اما انه يكون بوعي او بدون وعي وزي ما احنا قلنا كلاهما مر اما ان يكون بوعي فهناك اجنده ومن ثم فانه لما بيحدث هذه التجاوزات بالتالي بتؤدي لمشاكل جسيمه او ان هو بدون وعي وهنا الامر اكثر خطوره يعني احنا بندخل بقى في مرحله ثانيه اللي هي ممكن يفسد الامر اسمحوا لي استخدم مصطلح بقى ده يستخدم دلوقتي اللي هو ساعات يقول لحضرتك عفوا يعني الاستخدام يعني اعلام الدببه يعني الحكايه ان ساعات ممكن عفوا الكلمه لكن هي موجوده خلينا نقول بوضوح انها موجوده ان ساعات بتبقى ان هي خالصه وان هي طيبه لكن يعني مش كل النوايا الطيبه بتؤدي لنتائج حميده فاحنا عشان يعني اجمالا نقدر نقول ان احنا اداء الاعلام المصري بكل انواعه أداء متميز في هذا الاستفتاء ربما يكون برضو يا أستاذ نشأت ويا دكتور عم والسادة الضيوف الأفاضل المشرفين أن الموضوع نفسه ما هوش موضوع ديبيتابل يعني ما هوش موضوع جدلي احنا في الاستفتاء احنا يا جماعة يعني إن صح أن أنا أقول أن احنا بنستفتي على مصر مش على شخص احنا بنستفتي على وطن احنا مع الوطن ولا ضد الوطن فيعني الجميل أن احنا لوحظ أن مش بس أداء الإعلام اللي فيه نضج كمان المصريين عندهم نضج على عكس ما الناس بتقول كتير ان المصريين بعيد عن الوعي وان الناس ممكن تكون موجهه وممكن اي مثلا قناه مثلا مستهدفه ملونه تاخدهم هنا او تاخدهم هناك لا
المصريين في حالة الاستفتاء أثبتوا بقوة شديدة أن عندهم درجة كبيرة جدا من الوعي، وقادرين يفرقوا بين هذا وذاك. هم مش نازلين عشان يختاروا شخص بعينه، هم نازلين عشان يختاروا استقرار الوطن وأمان الوطن، ودي في حد ذاتها أظن أنها حكمة المصريين اللي بتطلع دايما. يعني الناس لما تفاجئ بالمصريين في 30/6 هي دي حكمة المصريين، اللي بشكل غير مباشر بتلاقيهم فجأة بيزهروا العالم بأداء سياسي رفيع المستوى عكس ما كانت الناس متصورة. جميل جدا. طيب عايز أروح للأستاذ علاء عابد برضو فيما يتعلق بالمرحلة المقبلة. أنتم في مجلس النواب، يعني ما هي الخطوة التالية من جهتكم بعد إعلان نتيجة الاستفتاء؟ إيه اللي هتعملوا؟ إيه مشروعاتكم؟ إيه طموحاتكم؟ إيه أملكم كممثلين للشعب؟ هو طبعا السؤال يعني محتاج أجندة كبيرة عشان أجاوب عليه، لأن هناك قوانين متعلقة طبعا بالتعديلات الدستورية، قوانين مكملة للدستور، يعني المواد اللي اتعدلت فيها المواد النصوص مثلا مادة 243 244 102 كل المواد 140 المواد دي محتاجة قوانين مكملة للدستور. فهنبتدي بيها سريعا. يعني ينفع أستغل علاقتي بيك؟ طبعا احنا بنحب بعض شويه. شرفني. اهلا وسهلا. وعمرو مش هيتدخل. وعايز اعلق على الصوره دي لانه دلوقتي حالا احنا الساعه 9 وداخله وثلث دي بلا ابو العيله والناس واقفين الطابور بالشكل دوت. السؤال بقى في كام سيده موجوده في الطابور؟ السؤال انا 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 سيده لا يعني موجوده في الطابور. اللي انا عايز اللي انا عايز اساله احنا حاكم في اداره سافر لنا يا ابن الشاشه مش كلام يعني. واحنا لما قلنا 25% مرأة على فكره برضه هي يعني هي نسبه غير عادله، اقل من قيمه. خلينا نتفق ان هي نسبه غير عادله، وعلى فكره هذا ليس انحياز ولكن هذا حق الحقيقه، يعني المشاركه المجتمعيه. لا لا دلوقتي دلوقتي حالا دول ولاد للساعه 9:30 دول ولاد البلد، نقفل اللجان فبد القاضي ما يقدرش يمشيهم. ولاد البلد اللي حاسين مش مستنيين بقى وسائل الاعلام الاجنبيه تقول لهم التمديد وماده 140، دول ولاد البلد اللي بيحسوا بالنبض، اللي من زمان وهم بيغنوا اغاني عبد الحليم وبيقولوا احلف بسماها وترابها، هم دول ولاد البلد، هم دول ولاد البلد اللي بينزلوا في الميادين يقولوا تسلم الايادي، هم دول ولاد البلد اللي ممكن ما يكونوش عارفين الدستور كويس بس هم نازلين عشان يقولوا تحيا مصر، عندهم هدف عايزين يقولوا تحيا مصر. هم شايفين استاذ نشأت يعني حتى العناوين اللي وردت كلها بالنسبه للتعديلات الدستوريه يمكن استاذ عمرو قال كذا عنوان، بعض المؤسسات الإعلامية الكبيرة الممولة بتمويل كبير جدا اللي هي بتهاجم فيها مصر. أنا عايز أسألها السؤال، أنت باصة لمصر ليه؟ طب أخبار السودان معك إيه؟ طب ليبيا اللي بيحصل فيها دي بتتناوليه بشكل إيه؟ مبسوطين؟ يعني غزة وإسرائيل أنتوا فرحانين؟ أنا مش هتكلم بقى على اليمن وسوريا واللي بيحصل والجزائر اللي بيحصل، لا أنا أخبار السودان إيه؟ وبعدين إحنا كدولة مصرية خلينا بقى نتكلم، أو خليني أكون أكثر صراحة، كل اللي بيسعوا فيه ان هم يطلعوا القوات المسلحه من المعادله. احنا كدوله احنا لا احنا المانيا ولا سويسرا ولا امريكا، احنا دوله شوف الخريطه بتاعتنا حوالينا مين؟ السودان من الجهه الجنوبيه، من الجهه الغربيه ليبيا، من حضرتك شايف سيناء واللي بيحصل فيها من الجهه الشرقيه، البحر المتوسط والهجره الغير شرعيه، احنا دوله في منطقه دوله تركيا بتناوئن هناك تركيا وقطر. وبالتالي احنا دوله لينا ظروفنا مختلفه. يا جماعه لازم تبقوا عارفين ان القوات المسلحة مؤسسة قوية من مؤسسة الدولة الوطنية اللي استطاعت أن تعمل على استقرار مصر، عشان في ناس بيقولوا إيه يعني أنت هتخلي ليه القوات المسلحة حول المدنية الدولة؟ طب هو القوات المسلحة قبل ما نعمل النص ده ما كانتش حاملة لمدنية الدولة؟ المصري هو مين اللي نادى المصريين في 30 يونيو؟ النهارده المصريين لما نزلوا في 30 يونيو المصريين نادوا على مين؟ مش نادوا على القوات المسلحة، قالوا لهم يلا انزلوا احمونا. لا لا، في حاجة مهمة جدا، أنت بتواجه تنظيم مسلح صحيح يعني واخد بال سيادتك، وانا مش ممكن بقى انا عشان اواجه تنظيم مسلح الشعب بقى كمان لا بشعرات. لازم حد يدافع عن الشعب، فلازم عشان تواجه عشان تنقذ مصر من الحروب الاهليه، واحنا بلد فقيره وبلد عدد سكانها 100 مليون، لو ما كانش القوات المسلحه تحمي هذا الشعب احنا هنتخانق مع بعض. عارف اسامه بيه، انا كان في كلمه عبقريه قالها سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي لما كان الرئيس الفرنسي هنا، وطبعا الرئيس الفرنسي في ظل الظروف اللي بتعيشها فرنسا والسترات الصفراء، فهو زي مثلا ألمانيا مثلا وعقدتهم مثلا مع الهولوكوست، هم جايين برضو عندهم عقدة الذنب عشان ما يحدث في فرنسا النهاردة ما حصلش حتى في سنة 60. النهاردة كل الفئات لما خرجت وبتعمل، بالرغم ان احنا اعترضنا على احداث التدمير والعنف اللي بتحصل دي، انما لما سيادة الرئيس قال له ايه بقى، قال له عايزكم تنظروا لينا بعيوننا، احنا عايشين وسط منطقة شكلها ايه. المواطن المصري محتاج ثلاث حاجات، اولا
محتاج الامن والامان، وعشان اوفره له التكلفه عاليه جدا، لان احنا بنحارب ارهابيين، بنسلح جيشنا، بنحمي حدودنا. هو القانون اللي احنا طلعناه في المجلس بتاع الهجره الغير شرعيه ده، اول مره دوله تطلع قانون يفيد الاخرين اللي هم مين؟ اللي هي اوروبا. الهجره الغير شرعيه المتوقع في فتره الثورات كان يهاجر من خلال مصر، على فكره مش من عندنا، 99.9% اللي يهاجروا مصر محطه. ليه؟ لان اقرب منطقه بيقدروا يتحركوا فيها اللي السواحل الليبيه والسواحل الغربيه عندنا، فمصر محط. انا قلتها في فيينا وقلتها في المانيا، احنا لو كنا مصر دي مش دوله قويه ودوله كبيره كانت فتحت الحدود عليكم، كان جالكم 20 مليون كان دمر الاقتصاد الاوروبي كله. وبالتالي احنا بنعمل قوانين اولا عشان نامن المواطن المصري، نحمي الاخرين الدول المجاوره نظرا لان مصر دايما كبيره في المنطقه. ثالث حاجه المواطن المصري، احنا قلنا وسياده الرئيس قال وكلنا بنعمل كده، بناء الانسان، الانسان اللي بقاله سنوات كتير بيتهد فيه كل يوم، بصدر له قرار ازاله وبهد دور، انا ببني الانسان، فهبني تعليم، هبني صحه، هبني ثقافه، هبني حريه راي وتعبير. حريه راي وتعبير اللي موجوده عندنا على فكره هي ليست حريه راي وتعبير. بمعنى ايه؟ انا حريه راي وتعبير اقول رايي في حضرتك زي ما انا عايز، بس ما ينفعش ان انا اكون سياسي وبتكلم معاك في سياسي في منظور سياسي او من منظور ان انا نائب في البرلمان واكلمك في انا بحبك او بكرهك، لا ده ملوش علاقه. انا اقول لك انت سياستك غلط او انت سياستك صح، وبالتالي هي دي الثقافه اللي احنا عايزين نعمل عندنا اولادنا كمان. احنا الدوله المصريه، شوف سيادتك احنا في حرب، خلينا نبقى متفقين علنيه معلنية. الدوله المصريه بتعلم كم طالب؟ 22 مليون بتصرف عليهم. الدوله المصريه بتدفع تكافل وكرامه من 6 مليار ل 18 مليار واحنا في زمن الحرب من جيب الدوله. الدوله المصريه 344 منطقه عشوائيه، عملنا 200 الف وحده هيسكن فيها مليون مواطن، غير ان احنا مستهدف مليون واحد. الدوله المصريه عالجت مليون مواطن من فيروس سي وكشف على الضغط العالي والسكر، هي دي الدوله المصريه. والمواطن لذلك لما خرج النهارده في الطوابير اللي كل ده مشهد واستاذ خرج ليه؟ لانه عرف ان الدوله دي مش دوله 25 يناير اللي كان بيبقى ماشي ويتعمل له كمين من الاهالي مش عشان يحموه، عشان يسرقوه. وبالتالي هو المواطن خرج النهارده حتى لو مش عارف التعديلات الاصداريه او مش هقريها قراءه جيده من خلال مثقف او ما اتشرحتش، خارج يقول تحيا مصر وانا مع استقرار الدوله ومع استمرار الدوله الحديثه. انا بس عندي مداخله لو تاذن لي، هي استكمال للاسئله الاستاذ نشأت لحضرتك، ان احنا دلوقتي عندنا حضراتكم بالنسبه للبرلمان عندكم مسؤوليه، كمان احنا عايزين يا استاذ نشأت استاذ عمرو وضيوفنا الافاضل ان احنا شويه نقف قدام المشهد، الحقيقه المشهد اسم برنامجكم المميز ده، يعني احنا دلوقتي حاله الاستفتاء دي حاله مهمه، عندنا ملاحظات مهمه جدا لازم ان احنا نحطها دراسه للتحليل، وبعدها حضراتكم تشتغلوا بقى عليها في البرلمان زملائكم ان شاء الله، لان ان شاء الله من التعديلات اللي هتقرر الغرفه الثانيه غرفه مجلس الشورى ان شاء الله، او المسمى مش عارفه هيسموه مجلس الشورى ولا هيكون مسمى ثاني، فبالتالي مجلس الشيوخ يعني رغم ان احنا لما كنا في الحوار المجتمعي مع سياده الدكتور علي عبد العال في جلسات الحوار، يعني كلمه الشيوخ دي كان في برضه ناس متحفظه يعني عارفه عاطفيا، يعني نقول لك الشيوخ دول كبار السن، الشيوخ مش سن على فكره، الشيوخ حكمه سنه تضييع. ما الدكتور علي الحقيقه بذكاء شديد، وهو راجل على الحقيقه يعني عنده يعني دماسه وبشاشه كده في الوجه، والاعلام ظلمه بالمناسبه، واحنا قلنا له الكلام ده لما التقينا. احنا ما ظلمناهوش يا دكتور. لا الاعلام ظلمه، قعدت تقوله يعني احنا هو زعلان وما بيضحكش، راجل احنا ما قلناش وراجل لطيف جدا بالمناسبه. لكن عايزه بس عشان ما نخرجش عن الحوار ونستفيد من اللقاء المهم ده من حضراتكم طرحينه، المشهد السياسي اللي موجود دلوقتي في حاله الاستفتاء قدامنا اكتر من ملاحظه، لابد ان احنا حتى كمان والله يا استاذ عمرو، يعني احنا يعني انا مثلا كباحثه علوم سياسيه موضوع مسار اهتمام، كنا بنتكلم احنا كنا انتخابات، استفتاء مصر مرت باستفتاءات كتيره اكتر من حاله، احنا قدام مشهد سياسي عندنا نمط سياسي مختلف الناس خرجت فيه، حدث نوع من الحشد. عاده في العلوم السياسيه مصطلح الحشد مصطلح سلبي انسانيا، يعني حتى اقول لك الحشد يعني بتعمل لوبينج للناس، يعني سياسه القطيع، لا الحشد هذه المره هو حشد ايجابي. انا هدي حضرتك مثال، مثلا احنا في الجامعه، يعني انا في الجامعه لما قلت ان رايحه اعمل احنا التصويت على الاستفتاء، يعني اولا كمان يعني الحقيقه الهيئه العليا للانتخابات عملت حاجه جيده جدا انها عملت لجان مصغره للمغتربين وليها مرجعيه قانونيه، يعني احنا مثلا بقى في امكانيه ان مثلا ايه في القريه الذكيه ممكن القاهره تعمل التصويت، يعني بقى في نوع من المرونه في تشكيل المقار الانتخابيه، وده شيء ايجابي وعلى مرجعيه قانونيه، يعني ما فيهوش اي تجاوز ولا اي شيء بيمس نزاهه العمليه الانتخابيه. فلما الناس تنزل تعمل استفتاء على فكره
ده في حد ذاته شيء بديع. هنا فكرة الحشد الإيجابي إن بقت مثلا رئيس مؤسسة بينزل مع العاملين عنده، أستاذ جامعة بينزل مع طلابه، وأنا شفت بعيني إن الأستاذ مثلا بيقول للطلاب ما تروحوش تقولوا نعم أو لا، بس المهم تروحوا. فكرة ان يبقى فيه السلوك نفسه، ان الناس تنزل، ده مشهد مهم جدا لابد ان احنا نحطه كظاهرة الاعتبار، مشهد الاعلامي زي ما اتكلمنا في الاول. حضرتك سألت كمان على المرأة، يعني علاء بيه قال، وانا الحقيقة بحيي الحقيقة النسبة الاغلب من الـ من الـ من الـ من مجلس النواب، لان احنا ما رحنا، تخيلوا حضراتكم ان اللي كان بيدافع على ان يزود ال 25% كانوا الرجال. فوالله كان شيء ايجابي جدا، يعني احنا طبعا كنا بنطالب طبعا ان احنا يبقى 50% حتى الحق العداله يعني كمان صحيح. تقول كده، فطبعا كان شيء ايجابي جدا تمثيل المراه، وحتى كمان يعني فخامه الرئيس السيسي في كل مناسبه بيقول عظيمات مصر يعني. فبرضه تمثيل المراه كان تمثيل مهم جدا وتمثيل واعي اكتر من مشهد من 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 اطار سياسي لابد ان احنا نخضعه للدراسه واحنا بنتكلم على الاستفتاء. زي المشاهد اللي احنا شايفينها دلوقتي يا دكتوره. ايوه حنان. طبعا مشاهد جميله يعني، دي في عابدين من شويه ودي في الرحاب برضو، الناس لسه يعني بتتوجه للمقار الانتخابية للإدلاء بأصواتها في التعديلات الدستورية، مشاهد يعني أنماط مختلفة من الناس كمان. بالظبط يعني أنا برضو كمان يا أستاذ عمرو، مش شيء ملاحظ في الإعلام الدولي حضرتك كنت تتكلموا عليه؟ لسه كنا بنتكلم على الإعلام الدولي يعني فعلا. بنتكلم على إن كان لسه الدكتور بيتكلم على فكرة إن إحنا مستهدفين وبيتكلموا، وما عندنا حد، أنتم مثلا ممكن أظن إمبارح أو أول اتكلمتوا على نيويورك تايمز يمكن بالظبط التغطية بتاعتها المتحيزة. بالظبط، والنهاردة برضو المشكلة إن في تجزئة للمنظومة المصرية. يعني هنا قاعد مثلا يركزوا حضراتكم على اللي بيرقصوا، طب ما الناس ترقص، ما في ناس بترقص. هو التصويت يعني الكرنفالي ده اختراع مصري. يعني مصر بتتفرد في شويه حاجات كده، فمن ضمنها انا من زمان اقول التصويت الكرنفالي ده مصطلح يعني موجود داخل مصر وخارج مصر. انت لو رحت برضو قدام السفاره المصريه في لندن هتلاقي الناس بتعمل نفس الكلام. هو ده مصر، المصريين اخترعوا لنفسهم نوع من التصويت. أيوة واعتبروه، مش ده مش كل المصريين، ده احتفال يعني اعتبروا التصويت ده نوع من الاحتفال. الحاجة التانية اللي عايز اقولها انه علاء بيه كان بيتكلم انه كانوا بيتكلموا عن انفصال القوات المسلحة عن وليه مدنية الدولة، وليه ازاي يكون ضامن لمدنية الدولة. اعتقد انه ده كان ناتج على عدم فهم ما هي مدنية الدولة. يعني مدنية الدولة مش معناها فصلها عن قواتها المسلحة، لأن قواتها المسلحة هي من أبناء الدولة. الحاجة الثانية إنه لما أقول الحقوق المدنية والسياسية، دائما الحقوق المدنية، ماذا لو تركنا مدنية الدولة زي ما هي في 2013؟ ألم يكن هناك يعني طريق إلى الاقتتال الأهلي؟ فكان لابد من الضامن أن تكون القوات المسلحة. الضمان القوات المسلحة لمدنية الدولة أن تحافظ على قوامها بمدنيتها، ويعني أن يكون المشهد السياسي ليس به ما نراه من الاقتتال اللي شفناه في بعض الدول. لأنه يعني إذا أخذنا مثل سوريا أو العراق في مدنية الدولة، أين هي مدنية الدولة؟ لما حل الجيش العراقي ببريمر ما بقاش في دولة ولا في مدنية، انتهت، ضاع كل شيء. الحاجة الثالثة اللي عايز أقولها إنه وبصفتي يعني عضو في المجلس القومي لحقوق الإنسان، ودايما عندما يتحدثون عن حقوق الإنسان يتحدثون عن حرية الرأي والتعبير، حرية التظاهر، حرية الوقفات الاحتجاجية، حرية الإضراب، حرية أنا أرى أن هناك تجارب ناجحة في حقوق الإنسان، في تجربة صينية، في تجربة روسية، وفي التجربة الأوروبية. وزي ما إحنا بنقول إن إحنا لابد يعني أهل مكة أدرى بشعبها، أنا أرى أنه أهم الحقوق في رأيي الشخصي، مش لأني طبيب، أهم حق هو الحق في الصحة والحق في التعليم. لو اديتني تعليم كويس وصحة كويسة وفرص عمل كويسة وقضاء على فقر، كل الحقوق الأخرى هتيجي أوتوماتيك بطريقة صحيحة. لكن أنت ما تحطش العربية قدام الحصان، تقول أنا عايز حقوق سياسية كاملة وأنا عندي 26% ما بعرفش يقرأ ويكتب. حتى هناك فرق بين التعليم والثقافة، حتى المتعلم قد لا تكون عنده ثقافة سياسية صحيح، وحتى لو هو معاه دكتوراه
وفي تخصصه ربما لا يعي شيء عن الحياة المدنية والسياسية، ملوش دعوة، عايش في صومعته، عايش في مكانه، عايش لازم يكون الموضوع متكامل. أنا لما أتكلم في الحقوق المدنية والسياسية عايزها، بس أنا عايزها بموازاة شديدة مع الحقوق الأساسية. وأعتقد أن احنا بنمشي في هذا الطريق يعني بخطوات متسارعة، والخطوات دي هي المطلوبة، هي سوف تؤدي في النهاية إلى أن تكون النضج الديمقراطي نضج سليم، لأن النضج الديمقراطي ده ما يجيش من فوق لتحت، لازم يطلع من تحت لفوق. الشيطاني وزي ما حضرتك الشيطاني. بتقول زي حضرتك بتقول يا دكتور صلاح، يعني احنا شايفين على أرض الواقع المبادرات الرئاسية زي مبادرة الكشف المبكر عن فيروس سي والأمراض غير السارية، استراتيجية جديدة للتعليم بيقودها وزير التعليم الدكتور طارق شوقي، يعني كل شيء ماشي بالتوازي. حتى احنا في المجلس القومي لحقوق الإنسان أول مرة بنعمل مؤتمر عن الصحة وحقوق الإنسان. بالضبط، كل شيء ماشي بتوازي. وآخر خمسة عاملين مؤتمر من المجلس القومي عن الصحة وحقوق الإنسان، جايبين كل أقطاب الصحة في مصر عشان التوجه العام اللي والزخم اللي موجود نوجهه في الاتجاه الصح. ده صحيح، لانه الاتجاه موجود حاليا. انا معاه طبعا انه يعني ما كانش حلم عند اي طبيب، مش حتى عند اي مواطن عادي، ان انت تقضي على فيروس سي. عند اي طبيب ما كانش هذا الحلم. كل ده بيمشي بالتوازي. ويمكن حضرتك يعني بتذكرني بردود الرئيس عبد الفتاح السيسي في المؤتمرات الصحفيه لما بيسالوا، وده ربنا في جنيف على فكره. بالظبط، كل ثلاث عن مساله حقوق الانسان اكتوبر بنواجه نفس الكلام ده في جنيف في المجلس الدولي ومن الجماعات الاخوان. طيب يعني ده ردنا المباشر. يعني علاء بيه عابد اشار الى كام نقطه كده فيما يتعلق بالوضع الإقليمي. صحيح. ما يجري في السودان، ما يجري في ليبيا، ما يجري في قطاع غزة والجزائر وإلى آخره، بالتوازي مع التعديلات الدستورية والاستفتاء عليها، وبالتوازي مع الخطوات اللي ماشية فيها الحكومة المصرية والقيادة السياسية، هناك حالة اهتمام كبيرة جدا بما يجري حولنا، وهناك تفاعل كبير جدا من القيادة السياسية بما يجري تحديدا في السودان وفي ليبيا وفي الجزائر. بكرة، ويمكن يعني السؤال مطروح للمهندس موسى مصطفى موسى وأيضا الأستاذ أسامة سرايا، من المقرر أنه بكرة القاهرة تشهد قمة أفريقية، رئيس عبد الفتاح السيسي هيعقد قمة تشاورية للشركاء الإقليميين للسودان بمشاركة الرئيس التشادي إدريس ديبي، رئيس جيبوتي اسماعيل عمر جيلا، رئيس رواندا بول كاغامي، رئيس كونغو ساسو نيجاسو، رئيس الصومالي عبد الله فرماغو، الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جنوب افريقيا، وطبعا السيد موسى فقيه رئيس مفوضيه الاتحاد الاوروبي ونائب رئيس الوزراء الاثيوبي ومستشار رئيس جنوب السودان، ومبعوثين عن رؤساء اوغندا وكينيا ونيجيريا. قمه مهمه جدا، قمه اللي بيسموها حتى قمه تشاوريه للشركاء الاقليميين للسودان. ما يجري في السودان طبعا جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، والنهاردة الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل رئيس جهاز المخابرات والأمن. أيوة. السوداني بحضور طبعا الوزير اللواء عباس كامل، وطبعا ما يجري في السودان وما يجري في الجزائر وما يجري في ليبيا والتطورات اللي على الساحة الليبية، ده كله ماشي بالتوازي مع الخطوات اللي احنا شايفينها في الداخل. قراءتك لكل ما جرى يا باشمهندس مصطفى؟ يعني طبعا انا مش عايز اتكلم على دور مصر في المنطقه النهارده واصبح قيمته وقوته ازاي، وان احنا بنرقص النهارده الاتحاد الافريقي، بنرقص كل الجهات، يعني كلهم النهارده بيلجأوا لمصر في الحلول بتاعتهم التنمويه والاقتصاديه، وشافوا الدور اللي قام بيه الرئيس عبد الفتاح السيسي في مصر طبعا، فهم بيبصوا لهذه المنظومه ان هي ممكن تطبق عندهم ويشوفوا ازاي يحصل تعاون بيننا وبينهم. هم طبعا عندهم مميزات كتيره جدا من الخامات والامكانيات والميه وخلافه، واحنا لازم نستفيد من هذا الكلام. واعتقد ان دور الرئيس عبد الفتاح السيسي كرئاسه للاتحاد الافريقي النهارده
هنوصل لمراحل متكامله بيننا وبينهم، وهتدينا فرص كبيره جدا للتعاون والانجازات المطلوبه. فكون النهارده احنا بنرص هذا الكلام بعد ما كنا مستبعدين اساسا، النهارده احنا بنرص هذه القمه منظومه طبعا. فطبعا ده دور له اهميته، واعتقد ان ده هيبقى له مردود كمان داخلي اهم، لان احنا مش عايزين ننسى ان التعديلات الدستوريه اللي بتتم النهارده هي برضو ليها مردود مهم جدا، مش فقط ان احنا بنعدل المواد الدستوريه، لا، هي ما بعد ذلك. سيادتك السؤال ده كان في الاول خالص، انا عايز اقول حاجه، ان احنا لا ننسى التنميه الاقتصاديه المحليه بتاعتنا، لا ننسى الشباب المصري بتاعنا اللي هيجي لهم من مشروعات الفتره القادمه، هنخليهم يعيشوا بعزه نفس وكرامه ازاي؟ هذا الشاب النهارده اللي قاعد على القهاوي مش عارف ينزل يروح بيته ويزور اهله، لا، ده لازم يبقى له حياه ثانيه مختلفه، واعتقد دي موجوده وفي حلول ليها، وحلول اقتصاديه وتنمويه مهمه، والتعاون اللي هيتم مع افريقيا والمنطقه ده هيساهم كتير جدا في العماله وفي حاجات كتيره في المرحله القادمه. فانا اعتقد ان احنا لينا دور ريادي النهارده في المنطقه كلها، مش بس افريقيا، انا عايز اقول العلاقه كمان امتدت لاوروبا وحتت كتيره جدا وحتى امريكا، ووزاره الصين. الرئيس اثبتت هذا الكلام. وزاره المرتقبه الصين دي طبعا، الصين دي طبعا. انا اعتقد ان حاجه بس سريعا كده قبل ما استاذنا الاستاذ اسامه، احنا طول عمرنا مع السودان احنا دوله واحده، وبالتالي احنا المبادره اللي بيقوم بيها السيد الرئيس دي مش بعيد علينا. حتى في عز الاحداث كان في بعض بيحاول انه يعكروا المواضيع بين مصر والسودان، اللي ان احنا مؤمنين، انا مش هتكلم على ان السودان هي عمق استراتيجي لمصر، انما هتكلم ان استقرار السودان هو استقرار لمصر والمنطقه، وبالتالي احنا هدفنا مالناش مصالح، مش زي الدول الثانيه اللي بتستثمر فيها مثلا قطر، واللي بتروح تحاول ان هي تبني سدود وتعمل تركي. لا، اثيوبيا وتعدي وتروح لا، حتى في عز ما كان هناك توجه ضد مصر، الا ان مصر مؤمنه بالسودان وبشعب السودان، لانه شعب شقيق. القياده السياسيه كانت بتستوعب الاستفزازات اللي كانت بيقوم دي بقى النظام. والله صحيح النظام اسامه بيقول كاتبها النهارده، ده بقى اللي المهم جدا نتكلم فيه. لا انا كاتب مقال النهارده عن انقاذ السودان. شوف، انا هقول لحضرتك حاجه بشكل تلغرافي سريع جدا. ما حدث في السودان انجاز ضخم جدا للمنطقه، لان احنا تخلصنا من نظام ما توقفش عن الحرب الاهليه عبر 30 سنه. الانقسام كان في بداية أول القرن في 2011، والحرب في دارفور لم تنتهي، وكانت الأتراك رايحين سواكن هم والقطريين عشان خاطر يبقوا شوكة في ظهر مصر والسعودية. وانتقل تاني، كان كل اللي كان بيعمله النظام الحاكم في السودان، وده جماعة المتأسلمين أو جماعة الإخوان، وهم كانوا بيلعبوا بالحجرة والبيض والحجرة، وكان الوضع يعني سيء جدا في السودان، وتم إفقار السودان. والراجل ما شاء الله تبارك الله الرئيس البشير، ما أحبش أتكلم ولا أتدخل في شأن السودان الداخلي، ولكن أحدث إفقار للشعب السوداني مخيف في المنطقة بشكل كبير، وكان لازم يحصل التحرك الذي يتم في 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 السودان. وأنا بتصور أن هذا التحرك هو اللي بيتم شبيه كذلك بالذي يحدث في ليبيا، لأن ما نشاز أن كان خليفة حفتر كانوا بيحاصروه كذلك، ومصر اللي وقفت وفي نفس الوقت وخلى الاعتراف بالجيش الليبي ويحصر، وده في طريق أن ليبيا تصل إلى نوع من الاستقرار. فأن فعلا أن مصر تسارع النهاردة زي ما حضرتك تفضلت وكلمت أن تعمل قمة بالنسبة للسودان، دي حيوية السياسة المصرية. وده أنا عايز أقول لحضرتك، لو في عز انشغالنا بمتغيرات ضخمة جدا، يعني منتهى الروح ومنتهى الرؤية والاستنارة. وده كان في بداية كلامي لما قلت لك أن اللحظة فارقة، أن تكون أنت مبادر أو لا تكون أنت غير مبادر. أنت النهاردة أما بتقوي نظام الحكم في مصر وبتقوي الدولة المصرية، بتقوي المومنتم اللي في التحرك ده، وما يبقاش في مرحلة رد فعل، يبقى في مرحلة الفعل. وهذا هو بالظبط ما هدفت له التعديلات الدستورية الأخيرة في مصر، أن تكون في مصر في موقع الفعل وليس في موقع رد الفعل. إنقاذ السودان وتحقيق استقرار فيها هو إنقاذ لمصر. ما تنساش حاجة كمان مهمة، في 3.5 مليون سوداني من الشمال والجنوب يعملون في مصر. أكبر بلد في المنطقة العربية فيها لاجئين سودانيين هاربين من الحرب الأهلية المشتعلة في ربوع السودان، هم موجودين في مصر، وفي مناطق أحياء كاملة في مصر، مستعمرات كلها سودانية. ومش بس سودانيين، يعني رغم أنه مصر يعني أكبر بلد أفريقي مكتظ بالسكان، ولكنه أكبر بلد يستقبل 5.6 مليون ضيف
ساكنين في بيوت وبياخدوا الدعم وبيعيشوا زينا. بمناسبه المشهد فانا اكمل لك من السودان. ما عندناش احنا لاجئين، حركه انقاذ السودان ديت لان كان اللعب في السودان على العنصريه، وكان اللعب في السودان على ما بين الشمال وبين دارفور كان هيؤدي الى انقسام ثلاثي، دوله ثلاثيه جديده. احنا محتاجين ان احنا نشد العرب الخليجيه، وده بالذات بنسمن بشكل يعني كبير جدا القرار السعودي الاماراتي بدعم السودان اقتصاديا بالمبلغ كبير يصل الى اكثر من 3 مليار دولار. ده في احتياج كبير للسودان انها تستقر وتقف على رجليها في المرحله الانتقاليه التي بتحدث، وانا بتصور ان مصر هتلعب الدور الرئيسي في هذه المرحله، وربنا قيد لمصر سياسه قويه ورئيس قوي، لان المنطقه بتنهار من حولها، واذا لم يكن العمود الفقري في المنطقه ده قائم ومنتظم كان الانهيارات هتكون في المنطقة أعمق وأشد تجذرا. طب أنا عايز هكمل معك برضو في نقطة مهمة. تسمح لي بس أضيف حاجة بسيطة قبل ما تكمل، بمناسبة المشهد على كلام أستاذنا الأستاذ أسامة سرايا. يعني أنا ببص على حزب المؤتمر وتقسيم السودان ماذا لو فضل حزب الحرية والعدالة 2012-2013 يحكم مصر، حرام عليك. كان زمانها نفس المشهد نفس المشهد تأثير يعني حتى فيها تبقى اسمها مصر بقى. أنا حتى بقى تبقى الحرب الأهلية للشمال والشرق والحرب الأهلية هو ده النموذج بين المسلمين والمسيحيين بين الشمال وجنوب، واللي احنا قدرنا نتجاوزه ب 30 يوم. ربنا أنا أتصور أنه نفس السيناريو ده ونفس الاجتماع ده علشان السودان، أتصور أنه هيكون تاني برئاسة رئيس السيسي للجزائر برضه قريب بعد المؤتمر. طيب انا بس عايز يعني حضرتك تشرح للناس انه كان في محاولات للايقاع بالقلب بهذه الدوله من خلال الايقاع بالجيش، والعقبه في مصر هو الجيش، والعقبه انه الرئيس السيسي كان فاهم الامر من اوله، ولذلك كان بيتحرك بتحركات استباقيه زي ما حضرتك تفضلت. فشلوا في الايقاع بالجيش، فشلوا في ايقاع الدوله، فشلوا في سرقه الدوله عن طريق الاخوان زي ما حضرتك قلت. فكان محاولة ضرب مصر من الحوائط الجانبية من ليبيا ومن السودان، وتركيا بتعمل في ليبيا وفي السودان وبشكل واضح جدا في البحر المتوسط زي ما احنا قلنا. هو جايب مسترال ليه؟ هو جايب حملات طارئة ليه؟ ما عرفش انه عندي في رؤية استراتيجية ان عندي تهديدات في المتوسط، تهديدات في البحر الأحمر. فاللي بيحصل في السودان النهاردة مش من أجل التنمية، اللي بيحصل في السودان النهاردة دلوقتي اللي الرئيس بيعمله بكرة زي ما عمرو شرح انه اطفاء حريقه في السودان من التجار الجنوبي، اطفاء حريقه في ليبيا. والرئيس لما كان في 9 ابريل في واشنطن اكبر الاداره الامريكيه، انا الكلام ده بقوله على مسؤوليتي، اكبر الاداره الامريكيه انه تؤيد خليفه حفتر، وجات مكالمه ترامب مع حفتر، دي معناها ان اول مره روسيا وامريكا الاثنين بيتفقوا على الراي المصري على الملف الليبي. ومن ثم لان رؤيه رئيس سيسي كانت اوضح، اللي بيحصل في السودان برضه هو كان راي مصري انه الاخوان لازم تنتهي. فكان عندي اخوان في 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 حماس في غزه، عندي البشير وجماعته في السودان، عندي المجموعه بتاعه صلابي والمجموعه بتاع خالد المشري والاخوان المدعومين من قطر ليبيا، فبالتالي انا محاط بحزام ناري. النهارده بيفككوا الرئيس السيسي من خلال حفتر ومن خلال السودان، عايزين نوضحها للناس، لانه اللي بيحصل ده مش من اجل التنميه، من اجل البقاء. ايضا بكره في قمه الترويكا، انت بتبص انت كنت بتنتظر الهجوم عليك، النهارده انت بتهجم وبادر. يعني السودان دي نموذجا وليبيا نموذجا اخر، يعني واخد بال سعادتك طبعا. اذا لم يكن يتحرك حفتر في طرابلس كان هم هيتحركوا على عليه مبادرة، إذا لم يكن، لأن كان فيه تهريب سلاح من تركيا ضخم جدا في العاصمة طرابلس، وأموال ضخمة جدا موجودة هناك. بس أنا بقول لحضرتك إن لولا الحركة المصرية السياسية المصرية للسودان ديت كانت حتى هتنزلق إلى منزلق خطير جدا من الفوضى العارمة، وهيرجع عليا في مصر وهيرجع عليك. صحيح. انت عندك 5 مليون سوداني او 3.5 مليون سوداني موجودين في مصر، فاذا لم تتحرك واذا لم تبادر في انقاذ السودان وتوفير الدعم المالي والاقتصادي والعسكري، وضع السودان هيبقى في منزلق خطير. وانا بتصور ان مصر قادره على وقف الانهيارات في السودان. والايام القليله الماضيه كانت بتشهد اتصالات حثيثه ومستمره ما بين القيادتين المصريه والسودانيه، كان في اتصال بين الرئيس السيسي ورئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق اول عبد الفتاح البرهان في يعني من 3 ايام. ده اللي قرأه الشارع المصري
قبل السياسيين. صحيح. وده اللي قرأوه الشارع المصري، وده اللي ظهر النهارده في الاستفتاء، واللي ظهر بان الشعب المصري نزل النهارده الاستفتاء بيقول لا احنا عايزين نكون القوة الرئيسية في الشرق الاوسط. طيب نعود للملف الاعلامي يا دكتورة. أي. الملف الاعلامي، واحنا يمكن قبل ما حضرتك تدخلي كنا بنقرأ يعني المشهد من الخارج. أيوة. مشهد الاعلام الدولي. حضرتك تكلمتي دلوقتي عن رصدك ل كيف غطت وسائل الاعلام المصرية في الداخل المشهد، المشهد استفتاء. أيوة. ماذا عن الخارج؟ يعني هل توقفتي عند مثلا، يعني احنا كان عندنا بعض العناوين اللي اراها الاستاذ نشأت وانا ما يعني ما رضيتش اراها يعني كلها لانها في عناوين مسيئه، بس الاستاذ نشأت مسيئه يعني بشجاعته المعهوده يعني. انا لا املك هذه الشجاعه. لا تملك الشجاعه لكن بتحافظ على مهنيتك. انا ما عنديش مشكله، انا احنا داخلين خناقه اصلا. قول لنا ايه العناوين يا دكتوره حنان. الناس الماجوره في تقديري يعني. أيوة. ده تليجراف بتقول المسمار الاخير في نعش الثوره. ده رأي مش ده مش معالجة صحفية. اثنين. أيوه. ده تايمز تقول الغذاء مقابل التصويت لمساعدة السيسي على حكم مصر حتى سنة 30. الأشيت بريس بتقول مصر تصوت لليوم الأخير على تمديد حكم السيسي. لوس أنجلوس تايمز من مرجح أن يمدد المصريون حكم الرئيس السيسي في الاستفتاء الجاري. أيوه. دي حاجات سلبية، ما جبناش الحاجات الإيجابية، بس أنا بقول كيف لهذه الصحف الزائعة الانتشار بره واللي لها أسماء تاريخية وتقليدية وكلاسيكية تقع في هذه الأخطاء الكارثية؟ لا هي مش بالضرورة تاريخية وإنها كده تحتفظ بالمصداقية. عندنا تجربة الحقيقة مثيرة للجدل ومثيرة للدراسة كمان. يعني احنا طول عمرنا في كليات الإعلام بندرس النموذج الأمثل في النزاهة والمصداقية، نموذج البي بي سي، هيئة الإذاعة البريطانية. احنا شهدنا تراجع في الأداء المهني للبي بي سي للفترة الأخيرة مثير للدهشة. يعني طول عمرنا ما حد، حتى كمان لما كنا ندرس لطلابنا نقول لهم مثلا نقارن بين السي ان ان مثلا والبي بي سي، دايما نقول لا الا البي بي سي، الا البي بي سي، يعني دي هي دي النموذج الامثل اللي ما حدش يمسه ويقترب منه. لكن احنا لازم برضو نكون واقعيين، يعني في متغيرات ادت الى هذا الاداء من الاعلام الخارجي، ومتغيرات دي منها ما يخص الاعلام الخارجي ومنها ما يخص قصور الاعلام المصري في الرد على ما يقدم لصوره مصر في الخارج وعلى الحاله المصريه في الداخل. نيجي عند الجزء الاول او عند المبحث الاول من الموضوع، وهو ليه الاعلام الخارجي بيعمل هذا الاداء. الحقيقه يمكن حتى يعني الاستاذ علاء او يمكن الجزء الاول اشرته ان احنا في اختراق لجماعات الاخوان في المجتمعات الغربيه وخصوصا بريطانيا، دي معقل الاخوان. والحقيقه هم بيشتغلوا بذكاء شديد، هم قدروا ان هم يصلوا الى ما يسمى بمراكز الدراسات والابحاث هناك اللي هي بتصنع النخبه، قادرين على الظهور في وسائل الاعلام الاجنبيه بشكل كبير. معظمهم الحقيقه خصوصا الجيل الاحدث في السن يجيد التحدث باللغه الانجليزيه بطلاقه، يجيد قراءه المشهد المجتمع، يجيد يعني عارف يعني قد ايه هو المواطن البريطاني يفهم ازاي اللغه. حكايه ان احنا دايما نقول احنا نخاطب الغرب بلغته، هو فاهم كده، فبالتالي هو عنده مهارات امكانيه اقناع هذا الاخر بشكل جيد، بغض النظر بقى على ان اذا كانت هذه البضاعه بضاعه صادقه او لا. هو جيد في تسويق هذه البضاعة، ومش بالضرورة كل ما يسوق جيد هو شيء جيد. يعني ما يعني شوف أنا عايز أضيف لك حاجة مهمة قوي. أيوة. كمان في الموضوع ده هو عنده دأب واستمرارية. أيوة. وده خطورته. أنت عندك الحركة في مجتمعنا الإعلامي موسمية وحركة عشوائية وموسمية كمان. أوه. بتأتي في الأحداث يا أستاذ أسامة. هو أنا ينفع أختلف معاك ولا تزعل مني؟ لا ما دكتورة ينفع ولا؟ يعني أختلف بس مش هوافقك، يعني أنا عارفة حاسة هتقول إيه بس يلا قول. طب هقول بس وسامحوني بقى. أيوة قول. أنا كنت في واشنطن من كام يوم. أيوة. قعدت 10 أيام ورايح محمل بنفس الأفكار دي. إنه الناس نافذين وواصلين ومنتشرين وقاريين وفاهمين وعاملين. اكتشفت، ده اكتشافي انا في الولايات المتحده الامريكيه، ربما اكون مخطئ بس ده اللي شفته. اكذوبه. الناس عباره عن مجموعه من المرتزقه. قطر انشات بعض مراكز الدراسات، مراكز دراسات وتنظيم مؤتمرات وتحط فلوس جامده جدا فيها، فتروح تشتري كاتب من الجارديان وكاتب من واشنطن بوست وكاتب من غيره عضو في مركز دراسات، تدي له فلوس يطلع يكتب مقال. هذا المقال في جريده النخبه اللي هي واشنطن بوست والنيويورك تايمز. الشارع الامريكي مش مهتم ولا يعرف حاجه. لما تسال ترامب على التعداد ما اعرفش عنها حاجه. الشعب الامريكي يهتم بالحياه الامريكيه، لكن هو بيستخدم اسم نيويورك تايمز واشنطن بوست عشان يضايقني انا هنا في مصر، وانا اطلع زي ما حضرتك قلت من شويه اعلان اعلام الدببه وعجبني التعبير. اطلع اقول نيويورك تايمز بتقول ولاد 60 في 70 ولا في دماغهم ولا مركزين، والاخوان بلا قيمه بلا وزن.
شفت هذا في واشنطن وكنت متخيل ان هم هيعملوا اللي ما حصلش وتهديدات بتجيلي وغيره. رحت وقلت ولا وزن ولا عدد ولا وزن ولا تأثير يعني. مجموعه من المرتزقه برضه فلوس من قطر. اكمل يا دكتور حضرتك شوف الالف مع حضرتك ده انا بتكلم على امريكا. ده انت رايح في زياره فيها الرئيس وفيها الدوله محشوده وقوه. لكن انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، احنا عايزين ندرس ان هناك ما يقرب من 35 مركز ديني ومراكز الدينيه والجوامع مسيطر عليها الاخوان المسلمين في امريكا. واي واحد بيطلع يزور وبينزل المطار رايح يشتغل باول واحد بيقابله كان واحد من انا بس عندي بيشتغلوا على انا عايز بس يا استاذ اسامه كمان اضيف لحضرتك نقطه مهمه. دوزي بقى اضيف لك كمان، اصل انا بتكلم بقى حضرتك أيوه. محتاجين نقعد نقرا الكلام اللي بيطلعوه كمان يا استاذ اسامه. انا عايزه التقارير اللي بيطلعوها أيوة. منتظمه وفيها استمراريه وفيها بلاننج هم منظمين. السؤال يا استاذ نشأت لحضرتك ولضيوفنا والمشاهدين، احنا لازم نقف قدام انفسنا احنا كمصر وكعالم عربي، هل احنا قضيه تشويه صورتنا في الخارج قضيه اساسيه بالنسبه لنا ام لا؟ من هنا بيأتي الكلام. حضرتك هتقول ان هم نافذين ومؤثرين، انا هاجي اقول لك الجامعه بتقول لا ده مهمه وكلام كده ونقعد نشتغل، استاذ عمرو بيقرا لي العناوين الجريئه، يعني معنى كده هي مهمه. انا اشوف ما رضيش يقراها يعني معنى كده. لا هم مش بيضايقونا ده هو قراها قبل منك ده هو قراها قبل بدات بيها ده هو حفل مصر دي وعلاء بيه حول انسان عايزينها معانا هنا. ايوه انا صحتني عشان بس النبي النقطه دي حضرتك عارف ملف صوره مصر ده حتتي دي انت عارف الموضوع. صورة مصر في الخارج يا جماعة قضية أمن قومي، إذا كنا هنبص لها بنوع منها أقل أهمية دي مشكلة كبيرة. هي بيتم استخدامها وزمايلنا اللي قاعدين يجاوبوا أكتر أحسن مني. دي الملفات اللي بتحضر في تقرير حقوق الإنسان بره. يعني حضرتك يمكن هم حضراتكم رحتوا المراجعة الدورية بيعتمدوا على التقارير الصحفية دي. والست لما جت اللي هي بس انا عايز اقول لحضرتك على حاجه برضه اعتمدت على التقارير دي. انا برضو عايز اوافقك في حاجه مهمه قوي. يا ريت بس انا شكلي كانوا راكبين زهورنا. لا ما انت بتقول كل حاجه كويسه بس لا لا بس على ردنا فعل ايه؟ هم كانوا راكبين زهورنا في الداخل. رد الفعل بتاعنا كان ايه؟ احنا الاستفتاء عكس ان احنا ركبنا زهورهم في الداخل وده شيء مهم. لازم تطلع ناس لكن في الخارج تعمل لوبي ونعيد النظر جامد ناخد الصور ونعرض من الناس. انا ممكن ننظم بس ننظم رأي عايز اتكلم. لا اتفضلي. لا يا فندم اتفضل. بس على فكره يا دكتور لا عشان بس انا سعيد جدا ان حضرتك اكتر واحده هي انا سايباها من نص الاغاني يتكلموا انا لسه جاي قاعد في ايه يا عمرو؟ انا لسه قاعد بقالي ساعتين مفروض بس على في النص الاولاني برضو اتكلموا من خلال طبعا انا اسميها الحروب اللي بنخوضها احنا كلجنه حقوق انسان داخل البرلمان في اوروبا او في اي دوله ثانيه. علاقات الدوله اللي مقيمين فيها الاخوان بمصر هي اللي بتخليهم أقوياء أو ضعفاء، هو الدليل على ذلك. 2014 وإحنا لينا صديق بيجمعنا في ألمانيا طبعا السفير الغالي العزيز بدر بيه عبد العاطي، الدكتور بدر عبد العاطي واشهد بذلك واحنا بنوجه له تحيه طبعا لانه عامل دور غير عادي في السفاره المصريه هناك والجاليه المصريه في المانيا في برلين. علاقه الدوله الاجنبيه بمصر هي اللي بتخلي هذه الجماعات قويه او ضعيفه، والدليل على ذلك احنا علاقتنا ببريطانيا يعني نقدر نقول ايه الدبلوماسيه الدبلوماسيه الغالبه اللي هي الدبلوماسيه الانجليزيه الغائبة. مش هنقول الدبلوماسيه المصريه لان احنا بنحترم الدبلوماسيه. هتلاقي اولا هو منع الطيران قاطع الامدادات الاقتصاديه ما عندوش سياحه بتيجي مصر بطريق مباشر صح. وبالتالي هو واخد موقف فاي حاجه هيقولها الجماعه الارهابيه انا ما بسميهمش الا جماعه ولا اخوان ولا انا هسميهم الجماعه الارهابيه لان ما يفعلوه هو ارهاب. هذه الجماعه الارهابيه اي حاجه بتقولها هم بيصدقوها بيكبروها بيساعدوهم في مؤتمرات. تعال نشوف موقف المانيا النهارده. المانيا 2014 لما رحنا ايام سيمنز وكان بدايه العلاقات الاقتصاديه القويه مع مصر بصراحه يعني كان اي حد بيروح بيحدفوه بالطوب والبلاش الطوب هناك عشان مجرم يعني بالطماطم والبيض زي ما بيقول. النهارده في اخر زياره لينا وكانت قبل زياره الرئيس احنا كلجنه حقوق الانسان كان هناك صراع ما بين الوزراء وما بين البوندستاج على انهم يقابلونا احنا كلجنه حقوق انسان ومستوى المقابلات يا وزير يا رئيس لجنه يا نائب رئيس البوندستاج.
فأصبح مصر ليها وضع من خلال علاقات، من خلال زيارات، الزيارات المباشرة مع الرئيس وشرح الأوضاع على حقيقتها. لأن ما ننساش أن احنا سيبنا مساحة كبيرة قوي تقريبا يعني حوالي 10-15 سنة 20 سنة يمكن هم بيقولوا اللي هم عايزين وإحنا ما بنردش وإحنا ما بنشاركش وإحنا سايبين لهم مساحة كبيرة. حتى يمكن صلاح بيه شايف إحنا كعملنا في سويسرا أو كعملنا في مجلس حقوق الإنسان هناك في سويسرا كانت المساحة كبيرة. دلوقتي إحنا بنختار التوقيتات المناسبة كبيرة في مصر. والرد صحيح صحيح ده نوع من أنواع الديمقراطية. ولكن أنا بقول علاقة الدولة الأجنبية بمصر أو بمعنى أصح هدفها من مصر ان هي تبقى تابع او دولة حرة او دولة اقتصادية او دولة ذات سيادة هو اللي بيأثر على جماعة الاخوان. بمعنى اصح النهاردة ما بنسمعش حاجة في المانيا ورغم انه المانيا فيها تجمع كبير فرانكفورت اكبر تجمع للاخوان ومع ذلك احنا بنعامل هناك وبنقابل هناك بشكل غير. بريطانيا لا بنقابل بشكل فرنسا بالرغم من التداعيات اللي هي فيها لا سيادة النائب ما هتقدرني بس في فيها بعض التحفظات. تعرف بريطانيا ليه؟ لان بريطانيا اصلا هي اللي اسست جماعه الاخوان المسلمين. صحيح. ده مشروع مخابراتي هي بتحافظ عليه بتحميه من شر الكلام. ما ينفعش تيجي النهارده تتنكر واقول البي بي سي من اول عبد الناصر ما احنا جايبين هاتونا الفيديو يا ابني هو بيشتم. وبريطانيا سنه 28 جابت حسن البنا وادته فلوس وعمل جماعه. صحيح. وجابت اسرائيل وزرعته في المنطقه. لا يمكن بريطانيا تسفل. لا يمكن. احنا منتظرين ايه؟ احنا لازم نتعامل مع بريطانيا على هذا الاساس. لا بس حضرتك ما تصدرش على المطلوب. انا عايز اقول لحضرتك على حاجه. اذا قوه المؤسسات المصريه في الداخل هتركب ظهورهم في الخارج. صح. زي ما احنا ركبنا ظهورهم في الداخل. صح. انا ما عايز اقول بريطانيا وامريكا. صح. واي حته اسمع حضرتك امريكا الفاشيست والنازيه وموسوليني وهتلر لما كانوا في المانيا كانوا هما بيحاربوا العالم كله. اول ما جه ادنورد ومسك الحكم ادنورد اول حاجه عملها هو تجفيف المنابع. صحيح. لو حصل ان مصر حطت هدف تجفيف المنابع هتجففه في الداخل والخارج. صحيح. وانا عايز اقول لك حاجه وهنكسب في كده بس احنا مش حاطين الهدف ده لسه. طيب. انا بس عايز اقول حاجه واحنا خايفين لسه منهم في حقوق الانسان بنعمل لهم حساب. انا شايف ان احنا بندافع ما بنهاجمش. وبرضه هنا بنسمع المهندس موسى احنا في حقوق الانسان بندافع ما بنهاجمش. انا شايف ان لازم يتعمل لوبي. أيوة. لوبي مهم جدا احنا نتعلمهم في ملعبهم ما نتكلمش من هنا نقف هناك وندعو كل حقوق الانسان اللي في الخارج ومعنا الصور مستندات كل الناس اللي بيحصل دلوقتي يعني لازم يتعمل هذا الكلام فعلا ويتحرك هناك تحرك كبير جدا. صح. الست اللي جت اللي قلبت الدنيا علينا ديت معتمد على حاجات صحفيه اللي انت لازم الحركه تختلف تماما ونروح للسفارات ونعمل اجتماعات هناك ونجيب كل الناس اللي هم تحول الانسان ونبتدي نوريهم المشاكل. اقول له انت بتتكلم في ايه؟ دول ايه دول؟ مين الناس المقتوله دي؟ تبع مين؟ السفارات تروح الاوتيلات والفنادق والجامعات نعمل لهم لان السفاره هيقول لك منظمات المجتمع المدني تقتحم عليهم المجتمع المدني اللي هو الدكتور صلاح عنده تعليق صاحب القرار هنا الدكتور صلاح عنده تعليق على هذا النقطه اتفضل. هو طبعا بدات الدكتوره حنان بقصه المشهد الاعلامي وانه ازاي هم بيسيطروا على المشهد الاعلامي وبيقدروا يسوقوا نفسهم بطريقه ما. طبعا احنا بنشوف ده على الملأ من خلال بعض المنظمات الحقوقية التي تتبع جماعة الإخوان في جنيف وإزاي بيوظفوها بياخدوا جزء من الحقيقة. أيوة. وبيبنوا عليه أهرام. صح. من الخيال من الكذب ومن الكذب وبيسوقها بطريقة تكاد تصدقها يخلي اللي قدامه يصدقها. في آخر لقاء لنا في جنيف كان هناك احد المنظمات للاسف بيرأسها احد المصريين ويعيش في فرنسا وكان جايب كل الاقطاب التي ضد مصر في مشهد وجمع بما فيهم مقرره السكن مقرره الخاصه بالسكن. ده مين ده يا فندم؟ مسؤول اسمه بهي الدين حسن. مركز القاهره للاسف. ده تقدر تقول عليه ايه؟ لا انا مش عايز تشخص الموضوع بس انا مش شخص فن. لا واحد يروح يعمل تذكره قدام الامم المتحده ضد مصر مش جاي بقول لحضرتك ان هي في ناس بتمسك العصايه من النص. ما هو كمان هي البعض عضو مجلس قومي في ناس بتمسك العصايه من النص. اتفضل. في هذا الموضوع ده مش ماسك العصايه من النص ده ماسك العصايه من الحته اللي هو عايز يمسكها منها. هو عارف العصايه تتمسك فين فمسكها من الحته اللي عايز مش نص ابدا. طبعا في المشهد ده كانت كل المنظمات دي على فكره عامله مذكره ضد المجلس القومي لحقوق الانسان انها تنزل تصنيفه من الف لب واجتمع الجلوبال الاينس وقرر بعد اجتماع 5 ساعات انه تصنيف المجلس يفضل الف كان بحجه ان المجلس يعني بيمشي مع الدوله المصريه ومش فير يعني
ولكن طبعا اللي احنا المستندات اللي قدمناها والتقرير السنوي اللي بيناقشوا علاء بيه في المجلس النواب وبيحضر كل الناس قصادنا وبنعمل امبيشمنت حقيقي، بنجيب الدوله والنواب وبنقول حصل شيء كذا وحصل الوزير كذا قدامه المجلس او المسؤولين في الوزاره قدام المجلس بند كل ملاحظاتهم عن الصحه والتعليم والتموين بيحصل نوع من انا عايز اقول بس انه هم متواجدين طول الوقت يا دكتوره حنان، واحنا بنروح بعض الوقت. أيوة صح، يعني احنا بنروح جنيف اسبوع 10 ايام وهم طول الوقت موجودين. كل المنظمات المحشودة أو المدفوعة أو الممولة بتشتغل، ده شغلها، شغلها مصر. صح. وده أنت بتشتغل جاست في مارس وسبتمبر. أيوة. تمام، أنت بتروح المجلس الدولي في مارس وسبتمبر، هو طول الوقت. يمكن كان حرصنا إحنا ولجنة حقوق الإنسان في البرلمان إن إحنا نتناوب بقدر كبير وجودنا، وده غير مجرى الرأي العام تماما، غيره يعني استطاع ان يؤثر فيه. لانه لما احنا قابلنا المفوضيه الساميه لحقوق الانسان وشرحنا لها الوضع، لما نائب المفوض السامي الوفد من المجلس والمنظمات الوطنيه تروح تقابله وتقعد، ده اللي حصل في المره الاخيره، لما مقررين الخواص نقابلهم ونقول لهم انتم مرحب بكم في مصر، بس انتم سمعتوا من مقرره السكن كلام بتقول انه الشخصيات اللي سالتهم تم ملاحقتهم. طب مين اللي اداها اللي تم ملاحقتهم دول؟ يعني ببساطه قلت لها مين اداهم رقمك؟ ايوه مين اللي اداهم رقمك؟ انت قابلت ناس بسطاء من منطقه عشوائيه ودول تم نقلهم لمنطقه تانية، ناس كتير عندنا بتلتصق بالمنطقه العشوائيه مش عايز يسيبها، حاسس ان هو بيعيش حياته ودنيته رغم انه هيروح منطقه نظيفه جدا وهياخد شقه ومفروشه وهكذا، لكن هو حاسس انه شغله هنا. وانتم عارفين السبب ده، مش هنشرحه على الملأ، لانه ارتباطه بالمنطقه العشوائيه دي انه بيبيع فيها حاجات معينه واصناف معينه وحاجات وهكذا. فده جاب منين تليفون السيده الفاضله مقرره السكن علشان يتصل بيها وهي تتحدث اللغه الانجليزيه، تمام، عشان يشتكي لها ان انت لما قابلتيني بعد ما قابلتيني الامن ضايقني. ايه الامن ضايقني؟ ومعاها قناه الجزيره، نزله معاها قناه الجزيره، وبعدين راحت عملت جت زارتني، جت زارتني مبدئيا جايه تحطني في حته ان انا دافع، طلعت التقرير بتاعها على بي عندي واقع، وطلعت بقول لها ليه اخترتي قناه الجزيره عشان تقولي تقريرك؟ يعني انت عارفه ان قناه الجزيره دي مناوئه لمصر، يعني حتى لو تقريرك ايجابي ما صحش ان انت تقوليه من المكان ده، بس انت من البدايه اخترتي مكان مناوئ لمصر عشان تقولي تقريرك، حتى لو تقريرك ايجابي فهو غير مقبول من اساسه. صح. يعني انت قفلتي. طب ردت على حضرتك؟ قفلتي قبل ما تفتحي. فهي طبعا كانت بتقول انه في كل خطواتها كان الامن بيراقبها او بيمشي معاها. قلت لها على فكره احنا المجلس القومي لحقوق الانسان دايما الامن معانا في كل خطواتنا، ما ينفعش احنا نمشي من غير امن. في كل مكان احنا بنروح بنروح معانا الامن. مش هي نجحت قلبت الدنيا بناء على بناء على رغبتنا وبناء على رضانا، وده اللي بينظم عملنا. لازم نتحرك، وما ينفعش ان انا اسيبك في مصر كده العمليه سايبه، لازم يبقى يا صاحبك الامن. لكن هل تدخل الامن بينك وبين الناس؟ هل منعك تقابل حد؟ صحيح. هل منعك تقابل حد؟ هل غير برنامج الزياره بشكل معين؟ لا ما حصلش. وبعدين غير برنامج زيارتك، طلبت تروحي حته والامن منعك؟ هو ده اللي احنا بنتناقش فيه. انا كنت كل الموقف. احنا بس عايزين نرجع للتعديلات الدستوريه. طب اتفضلي يا دكتور. بس الموضوع مهم قوي. التعديلات الدستوريه مرتبطه برضه بتخطيط الاعلام في التعديلات الدستوريه، يعني كنت لسه بتكلم قلت في جزء خاص بالاداء الخارجي، احنا كمان ادائنا الخارج وتتحرك ادائنا الداخلي زي ما قال يعني باشمهندس موسى، حكايه ان فكره احنا دلوقتي ادائنا عشوائي وفردي وموسمي زي ما قال الاستاذ اسامه، يعني احنا مع موجه لسه كنا بنتكلم على قضيه السودان، احنا برضو الموقف مع افريقيا دلوقتي ادائنا الاعلامي، يعني احنا فاكرين حضراتكم ساعه ما احنا مصر خدت رئاسه الاتحاد الافريقي الاعلام كله عمل قصه كبيره واشتغلنا شويه، نمنا دلوقتي. اسمحوا لي اتكلم بالشفافيه، انا عارفه انكم بتتكلموا بشفافيه عندكم هنا في كل حاجه، يعني احنا قلنا كلنا هنعمل خطه اعلاميه وخطه استراتيجيه لافريقيا، فجاه الاعلام سكت. ادائنا موسمي في كتير من القضايا الاستراتيجيه اللي بتمس الامن القومي ومنها قضيه السودان، لكن عشان بس يعني انا بقيت اخاف منك يا عمرو. لا انا اخوف عليا يعني. لا فحكايه احنا بقى ادائنا ايه؟ احنا الحقيقه عاملين اداء برضو متناسر،
يعني احنا بنعمل يعني علاء بيه قال الرئيس، الرئيس ما بي يعني حضراتكم عارفين اداء الرئيس، الرئيس ما بينامش، الرئيس كان في امريكا تاني يوم لقيناه في رود الفرج الفجر، الفجر راح يعني يفتتح كوبري، يعني جي احنا انا بروح المحاضره اخر اليوم ببقى ما بخرجش تاني يعني فيعني ما شاء الله يعني احنا الرئيس حركته سريعه، يعني يا ريتنا كلنا نبقى بنفس سرعه الرئيس. لكن الحقيقه مؤسسه الرئاسه والمؤسسه الرسميه لوحدها لا تكفي في الملعب الدولي، يعني الدكتور اتكلم والمجلس عامل شغل، لازم نعمل بلاتفورم مين ستريم، مجموعه من منظمات المجتمع المدني والدبلوماسيه الشعبيه، ونجيد انتقاء من يتحدث باسم الدبلوماسيه الشعبيه، احزاب مجتمع مدني، لان من اكثر ما يسيء للصوره انه رموز الدبلوماسيه الشعبيه اللي بتطلع ساعات بتبقى غير معبره عن المجتمع. نقطه صغيره عشان نخش على التعديلات، حكايه الكرنفاليه في الرقص، الناس خدت رقص المصريين الاداء الاعلامي الخارجي سلبي، لان هم خدوا الصوره بانه عمل ايجابي. نعم عمل ايجابي، عمل ايجابي مش بس مش كل المصريين رقصوا يعني يا اسامه بكير، في ناس يعني مش استاذ الجامعه حضرتك رقصت، يعني حضرتك رقصت، مش كل الناس رقصت، اللي رقصوا هم الناس البسيطه، هم خدوا اجزاء من المجتمع وتم تقديم احتفال كنت المجتمع طبيعته. لا بس برضه يا استاذ نشأت لازم لما يقدم، طبعا احنا مش هنطلب من الخارج ان يقدم لنا احسن ما يكون، دي مسؤوليتنا احنا كاعلام وطني، احنا لازم احنا اللي بنعرف نتكلم عن نفسنا كويس، ما نستناش جهات ثانيه مدسوسه وملونه انها تجمل صوره حضرتك، سوري في التعبير. طيب. مش تجمل، تصحح صوره حضرتك. فالكرنفاليه يعني تم تفسيرها بالخطا. انا هسكت. لا بس هو عايزين والله قصد يشوح بيختار صوره بيعمل يا ريت نتحرك. نسمع المهندس موسى لو سمحت. يعني احنا جاهزين للتحرك خارجيا، نروح انجلترا، نروح فرنسا، نروح امريكا. نتحرك مع بعض مجموعه عمل عشان ندافع فعلا على الاستقبال اللي احنا مستقبله. صح. الناس بتهاجمنا، ما عندناش ردود فعل. هي بدل ما نلف الدول، احنا عندنا الفعاليات السنويه من اول يوم ل 366 يوم معروفه داخل طبعا. داخل مجلس مجلس حقوق الانسان العالمي. حضور الفعاليات دي نفسها هيبقى في رد، لان ليك حق المداخله اذا سجلت، فهو ده موجود. وعلى فكره المجلس القومي لحقوق الانسان بيقوم بالدور ده دلوقتي، واحنا بنقوم بالدور، والخارجيه بتقوم بالدور، عايزين مساحه كبيره، والحياه متكامل، دور متكامل، مجتمع مدني، ممثل في الاحزاب، مجلس قومي لحقوق الانسان، برلمانيين. انا شايف ان ده برضه بس في بعد مهم في الموضوع. ممكن التقرير عندما يكتب يوزع، مش تقرير يوزع خلاصة ومش خلاصة كمان، يعني جزئيات، يبقى عندك استمرارية في الميديا. صحيح. انك انت في الميديا متواجد طول الوقت في كل هذه الانواع. صح. استمرارية في الميديا زي ما هو عنده استمرارية في الميديا، انت في وفي عز ما احنا ساكتين ولا حاجة تلاقي تقرير طالع كده في وسط المنشور في كل الحاجات دي بيتناول حاجات زي ما هي. نقعد احنا نتكلم فيه ويبقى هو رد الفعل، لكن قضية رد الفعل دي احنا عايزين ننهيها. صحيح. الدولة المصرية الآن في فعل. صحيح. والفعل هو لازم يسبق هذه زمام. صحيح. زمام المبادرة، زمام المبادرة بالظبط كده. بالظبط. طيب انا يعني السيد نائب علاء عابد بيقول لي انا عايز امشي بعد كم؟ خمس دقايق. كويس. خلينا نقعد دقايق ونمشي كلنا. طيب لحظة، هو انت مفتوح الجلسة عندك؟ لحظة لحظة. طيب نرجع شويه لتفصيله في التعديلات الدستوريه اللي هي ما يتعلق بالماده 241 الخاصه بالعداله الانتقاليه. التعديلات لم تتعرض ليها. صحيح. لهذه الماده، وايضا قانون العداله الانتقاليه مش موجود في، لم يصدر حتى الان، رغم انه كان مفترض انه يصدر في الفصل التشريعي الاول. صحيح. وفي مجموعه قوانين كتير مقدمه بهذا الشكل. تمام. لماذا لم يتم الغاء هذه الماده اللي البعض بيعتبرها قد تكون بوابه خلفيه لعوده جماعه الاخوان من جديد الى طب انا عايز اقول لحضرتك على حاجه. قانون او دستور 2014 كان فيه ميزه كبيره جدا، مساحه الحريات اللي فيها. احنا تعمدنا ال 155 واحنا بنقترح ما نقربش لاي مساحه حريه، نزود ومنها مثلا تمثيل المراه، ومنها التمثيل المناسب او الملائم، ومنها ايضا اللي هي المتعلقه بمدنيه الدوله. ليه؟ لان احنا مش عايزين برضه في يوم من الايام نلاقي الدوله دينيه، احنا مش عايزين الدوله دينيه، دوله فاشيه، دوله بشكل معين مش عايزينها. وبالتالي احنا لما نتكلم على العداله الانتقاليه النهارده، في البعض بيحصر العداله الانتقاليه في التصالح مع الاخوان المسلمين او الجماعه الارهابيه. طب هي الجماعة الإرهابية عملت إيه؟ عشان بس نفتكر، بس يعني نظرة سريعة كده عشان نفتكر. هي مش الجماعة الإرهابية دي اللي حصت مدينة الإنتاج الإعلامي دي، وحصت المحكمة الدستورية وقتلت الحسيني أبو ضيف، حضرتك فاكر الاسم ده كويس؟ بالظبط كده. وقتلت النائب العام المصري، النائب العام، وعملت
حاجه بقى غريبه جدا اول مره تحصل، يعني انا عمري ما قريتها في كتب تاريخ قبل كده. خد جميع الصلاحيات باعلان دستوري ديكتاتوري، التنفيذيه والقضائيه، ومجلس النواب او مجلس الشعبي يتحل، يجي رئيس الدوله يرجعه، وفي نفس الوقت قتلت المصريين وقتلوا جنوب. دي كل الجرائم دي هنتصالح فيها وهنسيب الدم؟ هنسيب ال 76 كنيسه اللي اتحرقوا؟ هنسيب مؤسسات الدوله؟ هنسيب المجمع العلمي والكتاب اللي كتبه علماء الحمله الفرنسيه وصف مصر اللي فيه نسختين منه، واحده شفتها في الجمعيه الفرنسيه الوطنيه الفرنسيه وواحده عندنا في مصر ولا تقدر بمال؟ هو اللي دخل يحرق ده كتاب وصف مصر اللي قعدوا فيه علماء الحمله الفرنسيه السنين دي كلها، كان قصد ايه؟ قناص الطمس الهوائيه المصريه، مش عايز حاجه اسمها دوله مصريه، عايز حاجه الجماعه فوق الدوله. وبالتالي انا لما اقول ان انا اتصالح مع دول اتصالح مع دول واسيب دماء ولادي؟ الست اللي جوزها اصبح شهيد وابنها بقى شهيد واللي مصابين الثوره والاحداث اللي حصلت دي، اقول له اتصالح معاه؟ هذا حق لا املكه، انا كراجل قانون لا املك هذا الحق. مين ولي الدم عشان يتصالح في هذه الجرائم؟ صحيح. نمره اتنين، هم ما بيتحكموش النهارده، في واحد يقول لك ده مسجون سياسي. لا يا حبيبي، مسجون سياسي ده كان زمان ايام مسجون الراي، انت مسجون في جريمه ارهابيه معاقب عليها طبقا لقانون العقوبات، بتصل لحق لدرجه ان انت ممكن تنفذ عليه حكم الاعدام او تاخد عقوبه الاعدام. اتصالح معاه في ايه؟ عداله انتقاليه في ايه؟ العداله الانتقاليه النهارده انا بعتبرها ان العداله وفاء صحيح. العداله الانتقاليه النهارده معلش والله ساذج جدا، يعني هو العداله انواع، يعني في عداله انتقاليه وعداله دائمه وعداله موسميه والعادل. انا بسال بس اصل كلمه عداله انتقاليه دي هعمل قوانين للمرحله دي، العداله عداله، العداله المفروض يتلغي القانون ده اصلا، ما ينفعش يطلع. انا بقول العداله متمثله في ايه؟ انا في رايي يعني دكتور صلاح بيعترض على كلامك، اتفضل يا دكتور صلاح. انت بتحمس بقى. طب اكمل انا بقول العداله، انا عايز اي حد، انا عايز ده المفروض اصلا العداله، هو العداله والعدل حاجه واحده يا عداله. لا انا بقول ان العداله الانتقاليه هي ما تم خلال الفتره اللي فاتت من تنوير البنيه، تطوير بنيه تحتيه، تطوير مستشفيات، بناء الانسان، عمل كثير من المبادرات زي مثلا مبادره تكافل وكرامه، مبادره 100 مليون صحه. دي العداله الانتقاليه اللي احنا عايزين، احنا المواطن عايز ياكل عيش وينام امن وشكرا، لا عايز يتصالح مع حد ولا يفرط في دم ولاده ولا اللي قتلوا الخونه اللي قتلوا ودلوقتي قاعدين بيتهموا الدوله المصريه انها دوله فاشله بالرغم ان احنا قاعدين. لا في حاجه حضرتك، الميكروفونات اللي شغاله في كل الدول العربيه في تركيا وفي قطر وفي كل الحاجات دي كلها على ودان البسطاء من الناس في الشعب المصري، ومش البسطاء، على ودان المثقفين والتحريض اليومي على الجيش وعلى الشرطه وعلى المواطن والافلام التسجيليه ما يحدث في مصر، الافلام التسجيليه يا استاذ اسامه ده ازاي بتنتج ده يعني انا شايف ان البيوت ما تحكمش عليهم، ما فيش كفايه. هو المقصود بالعداله الانتقاليه هي تجارب تمت في بعض الدول زي المغرب مثلا، وكانت من خلال الدوله، ما كانش حد فرض عليه، وجنوب افريقيا طبعا نيلسون مانديلا. دي تجارب تستحق ان احنا نقراها كويس. معنى العداله الانتقاليه هو كثير من اللي قالوا علاء بيه واللي قالوا اسامه بيه، اصلاح مؤسسي ده رقم واحد، اصلاح مؤسسات الدوله ده رقم واحد، رقم اتنين جبر الضرر. يعني ايه جبر الضرر؟ يعني بعيدا عن ما ارتكب عنف، بعيدا عن ما ارتكب حمل السلاح، ده مالناش دعوه بيه خالص، لكن جبر الضرر لو في حد تضرر في الفترة السابقة بطريق الخطأ يتم جبر ضرر. اللي هي عدالة، اللي بيسموها افساد الحياة السياسية. رقم ثلاثة اللي هي عدالة دكتور عبد الله، وده ممكن اسم تاني. رقم ثلاثة عشان كده يقول لك انتقالية ليه؟ عشان انتقلت من إلى بس، أما هي عدالة في النهاية. بس القانون يعني ما فيهاش تجاوز القانون طبعا. عشان الانتقال تم من إلى. عشان كده سموها العدالة الانتقالية. يعني هي ما فيهاش تجاوز القانون، يعني هي قانونية يعني. توفير الجو المناسب للمحاكمات العادلة. دي معنى كلمة العدالة الانتقالية الذي تعرف عليها العالم وتعرفت عليها الدول، واعتقد انها لا تتعارض تماما مع اللي حضرتك قلته. طيب بس يعني بهذا المعنى وبهذه اسمح لي اسمح لي يعني اصلاح مؤسسي لمؤسسات الدولة وهيكلتها، وده بيتم صح انجوينج تمام. جبر الضرر ده مطلوب لمن تضرر. ادي جبر الخواطر. ايوه بالظبط كده، هو جبر الخواطر، هو ده جبر الخواطر بالظبط كده، ده جبر الخواطر على الله. ايوه ايوه يعني مين قال ده جائز؟ يعني اللي بيصير بالناس بين جبر الخواطر ده يعني جابرا الخواطر ده. اسمحوا لي في الصفوف الاولى في الجامعه، اسمحوا لي ناخد فاصل علشان يغادرنا الاستاذ علاء عابد. استاذ علاء رئيس لجنه الشكر. لا بالعكس، ده انا قبل ما تقفل انا تشرفت النهارده ان انا ابقى مع قامتين اعلاميتين كبيرتين واستاذنا الفاضل الاستاذ
الاستاذ اسامه سرايا وموسى بيه مصطفى موسى، هذا الرجل رئيس الحزب الرمز، وايضا الدكتور صلاح واستاذتنا الفاضله اللي شرفتنا، والحقيقه طبعا دي علم من الاعلام دكتور حنان يوسف، وفعلا يعني خلت للقاء طعم بس استاذ عمرو قمعني ما لسه قدامنا ساعه، انا بقى تمشي واستغل الفرصه. انا اقدر بقول لك ايه، اطلع انا بقى الفاصل بقى بعد كده. طيب ناخد فاصل ونرجع وهنستقبل ضيف اخر مكان الاستاذ علاء عابد، نشوفكم بعد الفاصل ان شاء الله. من جديد أهلا بكم في هذه الحلقة النقاشية الموسعة حول مائدة التعديلات الدستورية وقضايا أخرى كثيرة. تجولنا مع ضيوفنا الكرام، غادرنا النائب علاء عابد وشرفنا الزميل والصديق العزيز الباحث والكاتب في الإسلام السياسي إسلام البحيري، شرفتنا. ازيك يا أهلا بيك. الوقت القليل اللي باقي دوت اعتقد هيبقى في تركيز عليك. قبل ما تيجي، الاستاذ اسامه سرايا قال انه احنا مش جادين في القضاء على منابع الارهاب في الداخل، علشان كده احنا محتاجين نكون جادين في القضاء على المنابع، تكسير المنابع من تحت. وانت جيت فبنسالك، هنقدر ولا احنا شغالين ولا متوقفين ولا ما اقف التنفيذ؟ لا طبعا كلام الاستاذ اسامه 100% سليم، بس احنا الضمير عايد على المجتمع ولا الدوله؟ الحقيقه انا شايف الاثنين. سألوا والله الاثنين. الاثنين مسؤوليه مشتركه. يعني انا بتكلم من ناحيه الثقافيه كمان طبعا، لان زي ما المانيا الغربيه، ده النقطه اللي طرحتها وما زلت هطرحها وما زلت بناقش فيها. المانيا الغربيه بعد الحرب العالميه الثانيه جرمت النازيه تجريم حقيقي ووضعتها، وكان ادنور اللي هو المستشار اللي جه بعدها كان هدفه في المرحله دي، قال لك لن تقوم قائمه لالمانيا بدون الا بعد تخلص من هذا الفكر. انا بتصور ان الاسلام المتاسلمين والاسلام السياسي خلق حرب في منطقه الشرق الاوسط، وهو يعني وصم الاسلام بالارهاب، وعلينا في المرحله القادمه ان يتم تجريم زي ما حصل بالتجربه الالمانيه بالضبط، حتى نتخلص من هذا الموضوع اذا كنا جادين في قضيه الاصلاحات الاقتصاديه والسياسيه وتطوير المجتمع وبناء نظام سياسي حقيقي في ظل وجود هذا اللوم من الارهاب المسلط علينا، وهذا الفكر الخبيث اللي هو مدعم للتيارات الارهابيه، لن نستطيع ان احنا نقوم اقتصاديا ولا سياسيا. 100% الكلام صح. وهقول لحضرتك حاجه كمان عن المانيا بالذات، الى الان في الديمقراطيه الالمانيه العظيمه والعلمانيه، السقف العلمانيه هي وفرنسا، لو حد في الشبكات الاجتماعية أشار من بعيد لعلامة النازية أو بعض الأغاني المنتمية لهذه الفترة بيحاكم، أقل عقوبة فيها 3 سنوات على وسائل التواصل الاجتماعي. أيوة، دي بمناسبة أن دي الحرية الكاملة يعني. لكن إلا دي، وفي مبادئ فوق دستورية اللي كنا بننادي بها أيام الإسلاميين، أن ممكن أي حزب تعمل على أي قاعدة، حتى الحزب المسيحي الألماني موجود، إلا الحزب النازي أو يمين اليمين المتطرف يعني. فالإخوان هم انا في نظري يعني ديل التعبان، هو البديل، هو زي الناس، لكن بالضبط نفس الفكره المصريه على او النازيه العربيه الفاشيه. بس هو الأسوأ في الاخوان ان هو بيستخدم ان ده كلام ربنا سبحانه وتعالى في انه يستعلي على الاخر، وان الاخر كافر مهدور الدم. على الاقل هتلر كان بيقول احنا جنس اري معهوش نص ديني بيستخدمه، انما الاخوان بيستخدموا نص ديني ان المسلم غير ما دونه من الديانات، وان كل العالم كافر الى المسلمين، وان هم الجماعه المؤمنه في وسط حتى التيار السني، وان التمكين يكون لهم وليس لفكره الاسلام. وده افكار سيد قطب اللي هي معتمده على افكار حد قديم اللي هو ابن تيميه. نرجع لموضوعنا، اللي قاله الاستاذ اسامه صحيح 100%، بس انا شايف انه المجتمع خطوته اثقل من الدوله. يعني طبعا لان الدوله الان في صوره السيد الرئيس بتقول الكلام بشكل واضح وبيؤكد عليها في كل مؤتمر، ان تجديد الفكر الديني او الاصلاح الديني في هذا الفكر القديم هو بدايه الحل. لان اللي حصل في سريلانكا، لا تقول لي فقر ولا تقول لي مرض ولا تقول لي عدم تعليم، عشان دي كلها اسباب واهيه بيقولوها بعض المثقفين، الحكايه كلها ارتكاز على اساسات فقهيه تراثيه يظن معها انها الحق فيقتل غيره، زي ما انت شفت النهارده لحد دلوقتي عدد 300 في سريلانكا. والعمليات اللي في مصر بتقوم على نفس الموضوع،
أساسات فقهية قديمة. وسيادة الرئيس في أول خطاب لي في 31 ديسمبر 2014 اتكلم عن الموضوع ده وقال مش ممكن 1.7 مليار يقتلوا أو 1 مليار يقتل 7 مليار. هذه ده لب المشكلة لو عايزين نواجه. المجتمع أثقل لأن حركة أصلا تداول فكرة في المجتمع بطبيعتها أثقل. لكن الدولة بتتحرك للأمام نعم، لكن هل في معوقات؟ طبعا في معوقات ولا يجب أن نخجل أن نقولها، أن لازم تبقى معانا أكتر شوية من يديرون الأزهر الآن. الأزهر كمؤسسة لا كلام عنها، هي قوة مصر الناعمة وهي قل فيها ما شئت، لكن الأزهر عبارة عن أشخاص يديرونه عبر العصور. صحيح. ممكن يجي حد زي عبد المتعال السعيدي ويجي حد زي شلتوت ويجي ناس متنورة، وممكن يجي إدارة شايفة أنه لا مساس وأن أي مساس حتى بفكرة الطلاق الشفهي هي مساس بالدين. وده كلام عايز مراجعة، لأن الأزهر في النهاية على قدر قوته الروحية في العالم لكنه مؤسسة تخضع للدستور المصري. صحيح. ما فيهوش أي منعزلة طبعا. فإذا أرادت الدولة المصرية شيء يجب أن ينصاع الذين يديرون هذه المؤسسة إلى على الأقل اتجاه، لا أقول نتدخل في شؤونهم لكن على الأقل اتجاه. لكن أنا أرى أن من يساعد المجتمع على ثقل الحركة هي الأفكار التي يتمسك بها الإدارة الحالية في الأزهر مع كامل الاحترام ليهم، وأنهم كان شغلهم الشغل في الخمس سنوات الفائتة، كنا لسه بتكلم مع الدكتور صلاح، ليس داعش ولا موهتة، بل شغلهم الشغل طار الإصلاح وملاحقته ودائما التهجم عليه وأنه من يريد إنكار السنة، كل ده كلام اتهامات باطلة. المشكلة الحقيقية نعم يدرس في الأزهر وغير الأزهر، يقدم الإسلام نفسه للعالم بكتب تراثية لا علاقة لها بالنص الديني الأصلي، لا تعبر عن روحه ولا ملامحه ولا مراد الله في هذه الأرض. هو احنا غلطنا ليه عمر؟ ليه؟ انا خدت المعتاد الدستوري. انت قلت رايح تعدل على فكره، ليه علاقه؟ ليه علاقه؟ انت رايح تقولت رايح اقدي صوتي ومؤيد وبتدعم. انا عملت ده من اجل ايه؟ بتقول من اجل انه نطور ونجدد الخطاب الديني، ايه العلاقه؟ اشرح لي. اقول لك ايه العلاقه؟ واحد الضامن لوجود صوت، مش هقول لك موازنه لان لا يمكن يحصل موازنه بينه وبين التيار المؤسسي التراثي. الضامن لوجود صوت على الاقل تحت الضوء الشمس لهذا التيار الاصلاحي هو وجود السيد الرئيس، ادي واحد، لان دي فكرته. اثنين، المواد ما دون ذلك من مدنية الدولة للتمييز الإيجابي للمرأة اللي الناس معترض عليه بعض الشيء على أنه حاجة خاطئة يجب أن تأتي المرأة بالانتخاب، لا ده مش صحيح. عصر النهضة الأوروبي جيب الفرد مش بإقناع الأوروبيين أن ينتقلوا من العصور الوسطى لعصور التنوير الرينيسانس. أنت لما بتفرض عليه أنه يتعود أن 25% من المجلس مرأة، المرأة اللي بعديها واللي بعديها بالفرد، المرة الرابعة هيبقى بالانتخاب. فالتمييز الإيجابي شيء مهم جدا في التعديلات، وبالعموم التعديلات هي المعترضين عليها كمان، يعني ده موضوع يعني مهم نقوله، ان المعترضين اللي هم المفترض بيبحثوا عن الديمقراطيه بيمارسوا حقيقه شبه بلطجه فكريه على المجتمع، ان اللي بيقول نعم للتعديلات ده رجل الدوله ورجل وشويه بيمارسوا ارهاب. بالظبط، هي بلطجه يعني، ما خليتها بلطجه، لان هم المفترض انهم بيدعوا للراي والراي الاخر فيسمحوا ان في ناس حقيقيه صادقه من قلبها بتؤيد التعديلات مش عشان اي مصالح، لان هي دي المصلحه الحقيقيه في هذه السنوات الصعبه التي تفوت فيها مصر، وانه جزء منها كبير مواجهه الارهاب على الاقل في التيار الفئوي اللي انا بتكلم عنه، مجموعه التيار الاصلاحي في الثقافه، ان هي تبتدي بمواجهه او بانتاج ثقافه فكر مهمه جدا امام بناء الانسان اللي كلامك. خلونا نرجع برضو احنا كلنا رائعين. لا انتوا اساتذه كلكم، بس زميلك يعني في القناه ولا ايه؟ لا ده طاقه رائعه يعني، طاقه تجديد المفروض كلنا نقف طاقه تجديد فعلا حقيقي. كلام مهم. اتفضل. طيب عايز اروح للمهندس موسى مصطفى موسى من جديد، ونتكلم عن الاحزاب ودور الاحزاب في المرحله المقبله. احنا عندنا دلوقتي 104 حزب، هل من المفترض انه هذه الاحزاب او معظم هذه الاحزاب يا باشمهندس موسى تفعل حركتها، تفعل وجودها في الشارع اكبر، تعيد انتاج نفسها من جديد في هذه المرحله اللي احنا يمكن انا والاستاذ اسامه اتفقنا انها بعد التعديلات الدستوريه دي مرحله فارقه في الحياه السياسيه المصريه؟ هو طبعا كلام مهم جدا، وانا عايز بس احط حته في الاول ان فكره الاحزاب الدينيه بالنسبه لنا ما هياش الدور المنوط به كاحزاب. الاحزاب الدينيه النهارده يعني ليها تصور مختلف عن الفكر السياسي العمومي الليبرالي او خلافه يعني.
فدي نقطة مهمة. الحاجة التانية الأحزاب التانية بقى الغير دينية اللي أنا بعتبر هي أحزاب اللي ليها أدوار سياسية فعلية، هي دي لن تنضم مع بعضيها ونعمل تكتلات مهمة في الفترة القادمة، لأن طبعا لا لن تنضم، لا مطلوب أنها مطلوب تنضم، مطلوب أنها تنضم لأن هي أولا ما فيش حزب فيهم مثلا عنده إمكانيات مالية لوحده، ما فيش حزب عنده يعني كلنا عندنا أيديولوجيات مختلفة أو عندنا أفكار سياسية مهمة، كله عنده الفكر الوطني، ولكن النقطة إزاي تضم الناس مع بعض في إطار إنك أنت هتعمل ميزانيات إزاي مع بعض عشان تعمل اندماج، هتعمل اندماج إزاي عشان يبقى لازم حزب يتصفى وأعضائه ينضموا للحزب التاني، ما ينفعش تمسك مثلا حزب عنده 100 مقر وحزب عنده مقرين وتعمل ميزانية بينهم وتدمجهم مع بعض، فدي عملية طبعا شاقة جدا. فبدأت حكاية التحالفات والائتلافات الوقت ده، يعني احنا عاملين تحالف حاليا اكتر من 40 حزب منضمين مع بعض، كل واحد بفكره لكن لينا آلية مشتركة كلنا. احنا بنمثل مثلا الجزء الثاني، يعني مثلا انت عندك حزب مستقبل الوطن ما موجود وفي نواب كتيرة جدا اعضاء فيه، واحنا الحزب بتاعنا حزب او التكتل بتاعنا او التحالف بتاعنا بنعتبر نفسنا موازين، لكن كلنا لينا نفس اتجاه للدولة، كلنا لينا نفس اتجاه ان احنا نقف مع الدولة ونعدي مصر بره الامان ونبقى واقفين زي اللي حصل في الدستور النهارده، كل الاحزاب بتاعتنا كانت منضمه ومتكاتفه مع بعض عشان نايد التعديلات الدستوريه، وده اللي عملناه فعلا على مستوى الجمهوريه وعملنا حراك جامد جدا في الفتره دي. فانا اعتقد ان الاحزاب لازم تعيد تفكيرها لكن من غير ما نصغرهم، يعني ما اجيش انا حزب عشان ما عندوش امكانيات لازم اعدمه مثلا، فلازم نفكر بتفكير ايجابي شويه وازاي نعمل تكتلات يبقى لها قيمه ثانيه وفكرة تاني في المرحلة القادمة. طيب انا معلش في النقطة بتاعت المستقبل احزاب، ودي نقطة احنا المفروض تتفتح في حلقة لوحدها يعني، لكن شايف انه 100 حزب زي عمرو ما بيقول، ما هو انا 100 حزب بيتناولوا ايه؟ 104 بيتناولوا ايه؟ يعني تناول الشأن العام المفروض كان عندي كذا توجه، يعني سياسيا حتى بالمفهوم الكلاسيكي يعني للاحزاب، انه يميني ويسار ووسط، وزي سنوات ما عمل مثلا مع الفارق ان احنا دلوقتي ممكن يبقى عندي راس ماليه او عندي دوله، كله طبعا دوله وطنيه، لكن هبدا مين اللي يبدا؟ الدوله اللي لازم تبدا عشان تقول احزاب، ولا الاحزاب تفرض نفسها في الشارع ويبقى عندها ارضيه؟ ما هو الاحزاب لا تدار من المكاتب، لا من الدوله لازم تشيل ايدها من الموضوع ده خالص، ده متفق اول نقطه يعني، ده اول نقطه. ثانيا الاحزاب الدينيه زي ما قلت سيادتك احنا مش شايفين لها دور معانا في التعامل السياسي، والدستور لا لازم تمشي طبعا، والدستور بيمنعها وهم ما نفذوش المطلوب منهم، لكن لازم كل حزب يقدم الاوراق بتاعته ويغير اللائحه بتاعته بناء على ما يبقاش فيها توجه ديني او زي الاوراق مضلله، هو راجل يعني اساسه وساسه وراسه ديني وفي الاخر بيديني ورق ان هو مدني كذاب، وده عشان كده بقول لحضرتك لازم يبقى في موقف بقى من الدوله حازم في الحته دي. غير كده هوت الاحزاب الثانيه متواجده وكلهم عندهم حب الوطن والوطنيه موجوده عندهم، لكن ازاي بقى تلمهم مع بعض وتشغلهم مع بعض في فكر واحد؟ ما انت ممكن تعمل حزب واحد، ايه اللي يمنع مثلا؟ يعني يبقى في حزب واحد قوي قصاد حزب الناحيه الثانيه زي في العالم، زي الولايات المتحده الامريكيه، كل العالم كله حزبين اقوياء بيتبادلوا مع بعضهم النظام الحكم وكل حاجه، لكن يبقى الحزب اللي بيشكل يبقى فيه ناس يعني فكرها وطني وبيحبوا بلدهم وما عندهمش الانا ولا الشخصنه، ودي لازم كلنا نتنازل عنها في المرحلة القادمة ونشوف ازاي نعمل دايرة تدير هذا الكلام بدون ما يحصل فيه نوع من يعني ما يبقاش فيه مثلا اشمعنى وانا احسن وده اقل، كل الحاجات دي كلها بتتلغي. مصر هي الاهم في الفترة الجاية، اذا ما كناش نشتغل صح في الفترة الجاية احنا هندور البلد دي. ما تم في التعديلات الدستورية النهاردة هو انجاز عالمي، واحنا بنعدي الدستور عشاننا عشان مصريين، ما بنعدلوش عشان الخارج ولا يفرق معانا الخارج، ده موضوع تاني خالص، انما احنا النهارده ما تم فعلا هو انجاز كبير جدا ولازم نستثمره، وزي ما قلت سيادتك من شويه انا عايز استثمره اساسا في الشباب، في المشروعات التنمويه، في الاقتصاد، ازاي نحسن. عجبني كلمه انجاز عالمي، طبعا انجاز عالمي بايادي مصريه، عجبني جدا، مصريه عالمي وده وفي اليات كتيره جدا لازم نشترك فيها مع بعض، زي ما كنت بقول سياده النائب عليها دلوقتي، نقعد مع بعض ونفكر تفكير مثلا حقوق الانسان مع بعض، نطلع نحاربهم بره مش نصد جوه، والاستمراريه زي ما بتقول الدكتور حنان، طبعا يعني احنا نحاربهم بره ما نصدش جوه، فدي نقطه مهمه جدا. فالاحزاب ليها دور فعلا الفتره القادمه، وانا عندي تفاؤل كبير بهذا الدور،
ولكن لازم المناخ نفسه يسمح بحاجات كتير جدا. وانا اعتقد بعد التعديلات الدستوريه هيحصل هذا المناخ وهيبقى في متغير كبير جدا في البلد يعني. صحيح. طيب بقى لنا 10 دقائق، فاحنا عايزين نعرف تصورات حضراتكم كيف سيبدو المشهد بعد اقرار التعديلات الدستوريه، وهو يعني الاتجاه اللي واضح يعني بشكل جلي يعني. نبدا دكتوره. انا قاعده ساكته اهو. اتفضلي. دي فرصه؟ طيب. بس احنا بقى لنا 10 دقائق وعندنا. ايوه يعني ما اتكلمش كتير يعني. بشكل تلغرافي. ايوه يعني لا خطيره، مش جايه تاني عندكم الا مع استاذ نشأت بس. انا خلاص يا فندم. لا هي بس نكمل لو تأذن لي يا استاذ عمرو السؤال. كيف سيبدو المجتمع بعد التعديلات الدستورية؟ وإيه المطلوب من المجتمع حتى تبدو التعديلات الدستورية كما كان وهي مخططة بالضبط كده؟ هو ده. تمام. يعني إيه بقى اللي هتبدو إزاي بعد التعديلات الدستورية؟ إن شاء الله يعني مصر أكثر استقرارا، مصر أكثر أمانا، مصر أكثر انطلاقا، مصر أكثر ديمقراطية، كل ما وضعت من أجل التعديلات الدستورية. أسرع صعودا. أكثر صعودا، أكثر عدالة مجتمعية، المرأة ممثلة، الإخوة المسيحيين أكثر تمثيلا، ذوي الإعاقة أكثر تمثيلا، التركيبة المجتمعية سيعاد هيكلتها بشكل كبير لو تم يعني ان شاء الله اقرار التعديلات الدستوريه. جميل. كما باذن الله يعني هتتم. احنا بقى كمجتمع مطلوب مننا ايه؟ كل القطاعات زي ما الباشمهندس اتكلم وزي ما الاستاذ اسامه وزي ما الاستاذ اسلام والدكتور صلاح، كلنا لازم نعمل نتوركينج، تشبيك. كلنا لازم نعمل الجسر، فكره الجسر بقى، الجسور المشتركه، حقوق الانسان مع المجتمع، الخطاب الثقافي، تجديد الخطاب الديني، كل هذه المسائل. الخطاب الاعلامي، انا مش عايزين نتكلم على الاعلام، ده الاعلام ده عايز حلقه بقى ان شاء الله تفتحوا له. وبالمناسبه ممكن المشهد ان شاء الله تفتحوا بقى حلقات مصر القادمه، يعني شكل مصر بعد التعديلات. اطلع معاه تاني يعني مش عارفه، بس ما تجيبنيش معاك، انا هاجي مع الاستاذ نشأت بعد كده. يعني مثلا بالاعلام اخر حاجه عشان ما ادي فرصه لزمايلي يكملوا، احنا محتاجين في الاعلام نبص للمشهد الاعلامي اللي جاي، احنا رايحين على فين. يعني من التعديلات الدستوريه يعني كان مطروح فكره، الناس قالوا طب هنرجع وزير الاعلام تاني ولا مش هنرجعه؟ يعني نبص للفكره دي، هل احنا محتاجين تمثيل سياسي يوجه حال الاعلام في مصر؟ محتاجين جدا، محتاجين وزاره اعلام مره ثانيه. وبالمناسبه هي يعني محتاجين مايسترو والدستور يسمح، يعني عشان كده مش مطروحه في التعديلات. لان الدستور المصري احنا حتى لما سالنا الدكتور علي عبد العال ساعتها ليه ما طرحتش في المواد المطروحه، قالوا ان الدستور المصري اوريدي بيسمح. فاذا ده مطروح، محتاجين ما يسمى بان الناس يعاد تهيئتها لتلقي الرساله الاعلاميه. جميل. اللي بيسميه في الجامعه حاجه اللي اسمها ميديا ليترسي، التربيه الاعلاميه، الناس تعرف تقدر تفرق من نفسها بين الصح وبين الغلط. دي بقى لونج بروسيسنج، محتاجه حلقه كامله بقى ان شاء الله. اكون سعيد لما تكوني معايا فيها. مش هفكر، هفكر لسه. شكل المشهد العام زي ما عمرو قال في بعد التعديلات الدستوريه فيما يخص المنطقه بتاعتك فيها خطاب الديني وتجديده، ده مهم. والله انا اعتقد ان هي احنا يعني ما هنستفيد من التعديلات الدستوريه القادمه يعني بعد اقرارها دوله جديده. دولة جديدة بجد تؤسس دولة مدنية، لأن احنا دي حرب طويلة مش سهلة. أولا أنت هتواجه ما يسمى بيحضروا لعقوبة ما، طالما احنا خدنا خطوة للأمام، احنا بنواجه حرب إعلامية نفسية شديدة جدا من الإخوان في الخارج. تأسيس الدولة المدنية لازم يبقى فيه مزيد من الحرية، بس فيه انضباط كبير جدا عن اللي احنا فيه دلوقتي، انضباط للشبكات الاجتماعية. شوفوا لها انتوا قانون ازاي ينضبط عليها مسائل التطرف والعون على التطرف وتشجيع التطرف. حاجات كتيره جدا تخص الاصلاح الديني يجب ان ينضم الى الركب فيها الازهر وادارته ايما تكون من الاداره. التحضير في نظري وقد يكون ده بالنسبه لكم مش صحيح، لدستور جديد تماما بعد كذا سنه. دستور جديد يؤسس دوله جديده تماما على اسس ثانيه خالص، بما فيها بالمناسبه عشان انت قلت الجزء بتاعي انه يعني يكون في ماده اخرى توظف وتشرح دور مؤسسه الازهر داخل مصر، ماليش دعوه بدورها خارج مصر، هو دور عظيم لكن يشرح دورها داخل مصر. عشان نحن لا نضمن طبعا فضيله الامام الحالي له كل احترام، لكن لا نضمن من بعده ولا نضمن الماده التي وضعت في 2012 ولم تحذف، فكره ان يختار من بين هيئة كبار العلماء فيما بعده، لأن أنت هذه الأسماء المطروحة حاليا الموجودة في الهيئة تحتاج مراجعة كبيرة جدا، فإحنا مش عايزين أي عوائق. فأنا رأيي أن إحنا نعدي
الفتره. عد الحلقه يا اسلام. ما انا بقول لك الحقيقه. بقول لك الحقيقه. هقول لك انا حاجه. هل حد هقول لك بس حاجه واحده بس يشرح لي. انا سؤال صحيح انا جالي وانا بكلم انت عارف على طبيعتي. طيب هو وزير الاوقاف في اللجنه دي؟ الوقت الوقت. انا بس انا على فكره ده سؤال غير صحيح. وزير الاوقاف في لجنه الكبار العلماء؟ لا. لا تخيل وزير اوقاف مصر اللي هو ماسك الايام مش ده الموضوع بس عايز اقول بس حاجه قبل ما قبل ما ينتقل الاستاذ اسامه والاستاذه الافاضل شوف عشان بس يكون واضحين احنا عايزين نفضل نلف وندور ولا نقول الموضوع نفسه يا عم شوف بمنتهى الاحترام ده دوري معاك اهو بمنتهى الاحترام يجب ان يكون يعني لو التيار الاصلاحي كان غير عاقل كان الف التعديلات دي احنا عايزين بقى الماده اللي هي مش عارف ايه المخصوصه بتاع محدش يتكلم محدش يتكلم عشان التعديلات لا تظلم لان التعديلات في نظري خلينا واضحين كانت يعني الاهم الماده الاهم اللي عاملين عليها هم الازعاج هي للسيد الرئيس وانا ارى انه اقدر بيها ولو ضافت اليه فتره ثالثه استثناء يليق به كمان هو استثنى عمل استثناء كبير جدا ده في حياته ده يمثل تمييز ايجابي للمصريين ايوه ده صحيح ده صحيح وهو كمان عمل استثناء يوم 3/7/2013 ده كمان استثناء يعني اقام الدوله المصريه حاليا واللي بيتكلموا دلوقتي كان زمانهم يعني بيرتجوا من جلباب حازم صلاح ابو اسماعيل واللي زيه وحاول في السجون وكان زمانهم مرتدين وبيتقال عليهم الحد وانت كان زمان النادي خلاص خلصت لا انا كان الموضوع منتهي خلص فانا رايي ان احنا اهم شيء بعد كذا سنه تتاسس الدوله المدنيه الحديثه اللي عايزينها اللي في 2030 فعلا تبتدي يعني ترى ما يمكن ما بعد فترة الرئيس عبد الفتاح السيسي ان احنا نكون نجحنا خلال نؤسس لدستور جديد المخرج قال لي اشكره هو المخرج بتاعي هو قال لي اشكره فانا بشكرك وبقول لك احنا عايزين نعمل في المشهد حلقة عشان تجديد الخطاب الديني بس ده مهم ده اعتقد هيبقى كويسة جدا وانا مش هتكلم كتير على فكرة عشان نجيب اسلام هو لو سمحتوا لي يعني بس بسرعة طبعا تنضم للدكتور حنان في انه هذا المشهد يجب ان لا ينتهي فليكن صالون سياسي اسبوعي في كل مره فيه ولا في حاجه في حاجه طب انت رئيس القناه وانت اللي تقدر تجيب عمرو ما تجيبوش ده ضيعني لا ما هو مدير القناه حاجه ثانيه فاهم غلط خالص ماذا بعد فاهم غلط خالص يا دكتور صلاح ماذا بعد التعديلات الدستوريه احنا الحقيقه يعني نسيم خالص المحليات الدكتوره حنان 47,000 قياده احنا ليه لغايه دلوقتي ما عملناش محليات دي المفرخة الحقيقية لأعضاء مجلس والله ده كان سؤال كنت عايز أطرحه لأن في 2021 في انتخابات المحليات صحيح. يعني الخطاب الديني طبعا. اللي بتحضرتك بتقول احنا بنواجه كدكاترة نساء في تنظيم الأسرة الإمام المسجد إمام الزاوية هو ده حجر الزاوية صحيح. في الخطاب الديني صح. إضافة طبعا للتأثير الثقافي وانتشار والشباب الرياضة 9 وزارات أو 9 هيئات اللي هي ممكن تغير مش بس الأزهر صحيح. تمام ثالث حاجة طرحها الدكتور المهندس مصطفى موسى مصطفى موسى اللي هو دور الأحزاب السياسية في المرحلة القادمة شايفين ان الأحزاب السياسية يعني تقريبا ما فيش اختلاف كثير ما بين يعني حتى الحزب رقم برامجها متطابقه تقريبا متقاربه وما ننزعجش كثير ب 103 حزب 104 حزب على فكره فرنسا فيها 103 حزب مش منزعجين لكن اللي هو ظاهر هو اللي بيثبت نفسه هو صحيح. فانا عايز زي ما بقول الحقيقه ان هم التكاتف اذا كان وصلوا ل 40 حزب انا عايز اشوف ال 40 حزب دول في القريه واشوفهم برضو في جنيف اشوفهم في القريه واشوفهم في جنيف صحيح رابع حاجه بتهمكم انتوا شخصيا انه مش بس الخطاب الديني عايز نظره الخطاب الاعلامي عايز نظره ما ينفعش ابدا نبقى لون واحد محتوى لازم المحتوى محتوى. كمان يبقى فيه زي ما الدكتوره حنان لابسه احمر وانا لابس ازرق يبقى برضو في التعدديه والتنوع لانه على مظله وطنيه لو فضلت ابص لكل الناس لابسين ازرق اوعى تفكر ان انا هشوف الدنيا زرق لا بعد اذنك هيحصل لي عمل الوان ايه رايك يا نشف طبعا كلامه موفق جدا عليه التنوع احنا موجود تنوع دلوقتي والدليل حضرتك موجود وانا موجود ومصطفى بيه موجود واسامه بيه موجود وحنان النهائي موجود انا عشان كده بقول لحضرتك يستمر المشهد باي شكل بس خليه طرح سياسي ثقافي زي ما تسميه رسم كل صورة مصر رسم صورة مصر اللي جاية واستضيف كل مرة عايز بس استضيف حتة زيادة في نص دقيقة في أقل كمان السياسة بتوصلنا لإيه في الآخر ما كانش الإنسان المصري يعيش بعزة نفسه وكرامة وعايش رفاه الاجتماعي الأساس يبقى إيه مش السياسة يا أبوه بيقعد بإيه يتكلم فيه ما ينفعش فإذا لازم نفكر في حاليا في الشباب في المشروعات التنموية والاقتصاد والتفكير خارج الصندوق
مصر محتاجه النهارده افكار مختلفه واوضاع جديده، زي الراسماليه الوطنيه، ازاي نضم 5 مليون شاب ونديهم ملكيه خاصه من خلال اسهم، مصانع مقفوله نفتحها، في حاجات كتيره جدا ممكن نطرحها وموجوده كدراسات. فانا اعتقد الفتره الجايه فتره تنميه واقتصاد عشان مصر تستقر فعلا، ولما تشغل 5 مليون شاب وتبعدهم عن الوظيفه تخليهم ملاك للاسهم، ديت هتعمل استقرار وتامن مصر تماما. في ثلاث ثواني، مش هضيف في ثلاث ثواني ونص، لان كل الكلام اتقال ده انا موافق عليه جدا، بس انا هحاول اترجمه في جمله. أيوة. وهو ان بنيه النظام السياسي المصري اتغيرت، ونحن الان نتجه الى اقامه بنيه اساسيه لنظام سياسي ديمقراطي حقيقي. صح. يمنع انزلاق مصر في التيارات اللي متطرفها مره اخرى، ويسمح بتقدمها واستمراريه التقدم داخلها، ويعطي للشعب فرص اخرى لقضيه ان هو يتفاعل داخل المجتمع. ما قل ودل. شكرا جزيلا الكاتب الكبير الاستاذ اسامه سرايا، المهندس موسى مصطفى موسى، دكتور صلاح سلام، أخونا العزيز وصديقنا إسلام البحيري، الدكتورة حنان يوسف، بشكركم شكرا جزيلا على هذه يعني الجلسة. قبل ما تختم عايز أحيي الثلاثة اللي قاعدين هنا في فرسان لتن، وبقول إن المحطة دي بقت متميزة جدا ولها وضع جيد في السوق المصري، وأنتوا الثلاثة متميزين تحديدا. شكرا جزيلا جدا، شهادة. أنا بشكركم جدا بجد، شرفتوني، وعلى وعد إن إحنا إن شاء الله هيستمر المشهد بشكل او باخر، شهري، نص شهري، اسبوعي، حسب ما اخنا عمرو هو صاحب القرار. وبقول لكم فعلا كان ثلاث ايام قدرنا فيهم نسمع اراء، تعلمنا، استفدنا، وبنفتح موضوعات للحوار. احنا مش بناخد قرارات، وده دور الاعلام، اعتقد الدكتور حنان توافقني، دور الاعلام السياسي، دور الاعلام التنويري التنموي، كل دي محاولات جاده على طريق طويل. دمتم في امان الله.